خير صباح مليء بالأشواق على عيون كل مشاهدينا ومشاهدين قناة الرشيد الفضائية وين ما تكونون بداخل وخارج العراق. يتجدد لقاءنا وياكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي يوم جديد، حنكون تواصلين وياكم كالعادة من الساعة 9 حتى الساعة 12 برفقة فقراتنا. خلونا مشاهدين قبل نتعرف على مواضيع فقراتنا اللي حترافقنا لصباح هذا اليوم، نذكر بمواقع التواصل الاجتماعي اللي راح تظهر أسفل الشاشة لكل حابين يتواصلون ويانا من خلال الفيسبوك نيو داي، تويتر نيو داي اي ال ار، وايضا يوتيوب الرشيد ميديا، والايميل الخاص ببرنامج يوم جديد نيو داي @الرشيد ميديا .com. مشاهدينا الكرام تشاهدون بحلقه اليوم من يوم جديد. شمام ورياضه صباحيه في فتنس. العام الدراسي الجديد والاستعدادات التحضيرية لاستقبال الطلبة. تساقط الشعر وطرق علاجه مع فرح وفقرة تاج. وحوار مع حارس مرمى المنتخب الوطني محمد قاصد. ومؤتمر طبي دولي في بغداد عن الأمراض السريرية. وفي ألمانيا معرض فني للشباب للفوز بجائزة المعرض الوطني. إضافة مشاهدينا إلى فقرات البرنامج اليومية والثابتة، أحوال الطقس وحركة المرور والطائرات وكتبة بغداد وتقاريرنا المنوعة. أما الآن رح نبدأ حلقتنا بأول فقراتنا أحوال الطقس مع علي. يسعد صباحك. صباح الخير شهد، وطيب الله اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نشر جوي لهذا اليوم وتوقعات الطقس من خلال برنامج يوم جديد وفقره احوال الطقس. بدايه نبداها من المحافظات الشماليه في العراق، بعدها ننتقل الى العواصم العربيه والعالميه، وتاثير المنخفض الجوي الموسم الحراري بدا ينخفض في المحافظات العراقيه، لذلك نشاهد هناك انخفاض بدرجات الحراره في عموم البلاد. في دهوك منخفضة درجتين قسم الأيام السابقة، لاحظها ب 41، وأربيل 38، السليمانية 40، أما في نينوى تكون 41 درجة، كركوك 45، وتكريت 38. في غرب العراق الأنبار 42 والرطبة 40، مع احتمال تصاعد غبار في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد. في العاصمة بغداد وكربلاء تشهد نفس درجة حرارة وهي 43، وديالى 46، بابل ايضا 46، اما في وسط سجلت فيها 45 درجة مئوية. النجف 47، والديوانية 46، ذي قار 48، والعمارة 47، سماو 46. اخيرا في المحافظات الجنوبية البصرة سجلت فيها درجة حرارة 49 درجة، وهي منخفضة درجة واحدة قياسا بالايام السابقة. اما في العواصم العربية وبداية من الخليج العربي وبالتحديد من مكة المكرمة 46 درجة، والمدينة المنورة 47 فيها. أما في مسقط 34، دبي 44، والدوحة 43، منامة 40، والكويت 50 درجة، مع وجود غيوم متفرقة في بعض العواصم العربية. صنعاء 30، وهي مستقرة على هذه الدرجة. إلى عمان 32، ودمشق 37، بيروت 31، مع وجود غيوم جزئية في المنطقة. القاهرة 36، وهي مرتفعة قياسا بالأيام السابقة درجتين.
أما في دول المغرب العربي طرابلس 26 وتونس أيضا 26 لكن جو مشمس. الجزائر 22 مع جو معتدل فيها. أما الرباط 24 وأخيرا في العواصم العربية نواكشوط سجلت فيها درجة حرارة 32 وهي مستقرة على هذه الدرجة مع وجود غيوم جزئية. إلى العواصم العالمية ونبدأها من لندن اللي تكون بها درجة حرارة 13 مع تساقط أمطار، ومدريد 17، روما 20 مع جو مشمس. أما في باريس 13 مع هطول الأمطار، أثينا 29 ونلاحظ أنه جو غائم جزئي فيها، أنقرة 28 ووجود غيوم متفرقة. في موسكو منخفضة قياسا بالأيام السابقة وسجلت فيها 24، وطهران لاحظ بها درجة حرارة 27 مع احتمال تساقط أمطار فيها، كابول 34 وإسلام أباد 43، نيودلهي 45 درجة. أما في بكين مع جو مشمس سجلت فيها درجة حرارة 30 درجة مئوية، طوكيو 26 وأخيرا سيول 29 درجة مئوية. نعود مشاهدينا إلى بغداد وحالة الطقس فيها، موعد غروب وشروق الشمس وبالإضافة إلى سرعة الرياح ونسبة الرطوبة. غروب الشمس سيكون في تمام الساعة 6:21 دقيقة، وشروقها اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 5:45 دقيقة. أما سرعة الرياح المسجلة لهذا اليوم في بغداد ستكون 20 كيلومتر في الساعة، واتجاهها يكون 5.7 يكون اتجاه شمالي. أما مستوى الرياح يكون 10 كيلومتر وهو المستوى الاعتيادي في الظروف الطبيعية. نسبة الرطوبة لهذا اليوم في بغداد 14% ونقطة الندى 7 درجات. أما الضغط الجوي يكون 1003، حالة القمر يكون 4% ويكون في مرحلة تقدم الهلال. أخيرا درجات الحرارة الصغرى والعظمى المسجلة اليوم غدا وبعد غد. اليوم العظمى 42 والصغرى 27، وغدا أيضا 42 والصغرى 27. أما بعد غد تكون مرتفعة 43 والصغرى 28 درجة مئوية. نعود إلى شهد لتكملة فقراتنا ومواضيعنا المنوعة. إلى اللقاء. شكرا لك علي. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة لصباح هذا اليوم راح ننتقل لحركة السير بشوارع بغداد بفقرة بغداد الآن.
مشاهدينا فقرة بغداد الآن ننتقل لحركة الطائرات في مطار بغداد الدولي. مشاهدين ينضم لنا عبر الهاتف من إعلام الخطوط الجوية العراقية أستاذ صلاح تاه. صباح الخير عليك. صباح الخير في الشاهد، صباح الخير إليك وللرشيد ولمشاهدي الرشيد. شكرا جزيلا لك أستاذ. يا ريت عرفنا على حركة المسافرين في مطار بغداد لصباح هذا اليوم وساعات الإقلاع، ساعات طائرات المغادرة والقادمة. بكل سرور. في الشاهد الرحلة الأولى انطلقت الساعة 6 صباحا من مطار بغداد الدولي باتجاه مطار النجف الأشرف الدولي ومنها مباشرة إلى طهران. في السابعة أيضا غادرتنا رحلة من بغداد متوجهة إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها مباشرة إلى بيروت. في الثامنة والنصف غادرتنا رحلة من بغداد إلى دبي، وعند الساعة 10:30 بإذن الله ستكون هنالك رحلة مغادرة من بغداد باتجاه بيروت وهي الثانية لهذا اليوم. بالنسبة لرحلة بغداد عمان سيكون موعدها الثانية والنصف بعد الظهر، وعند الرابعة عصرا لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه القاهرة. الخامسة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أربيل ومنها مباشرة إلى السليمانية، وعند السابعة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه مومباي. في الساعة الثامنة مساء لدينا رحلتين، الأولى إلى البصرة والأخرى إلى الموصل. في التاسعة مساء لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه الكويت، وعند العاشرة لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى كوبنهاجن. في منتصف الليل ستكون هنالك رحلة مغادرة من بغداد باتجاه المنامة. بالنسبة للرحلات القادمة إلى مطار بغداد الدولي شهد، في التاسعة إلا ربع صباحا قبل أكثر من ساعة من الآن هبطت رحلة قادمة من دبي إلى بغداد، وعند الساعة 10:30 ننتظر رحلة قادمة من اسطنبول إلى البصرة ومنها إلى بغداد. في الساعة 12 ظهرا منتصف النهار نبدأ رحلة قادمة من عمان إلى بغداد، وعند الرابعة عصرا لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها إلى بغداد. السادسة مساء لدينا رحلة قادمة من القاهرة إلى بغداد، وعند الثامنة مساء لدينا رحلة قادمة من طهران إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها إلى بغداد.
التاسعة مساء لدينا رحلة قادمة من أربيل إلى السليمانية ومنها إلى بغداد. التاسعة والنصف لدينا رحلتين، الأولى من الموصل والأخرى من البصرة. في العاشرة مساء لدينا رحلة قادمة من كوبنهاجن إلى بغداد، وعند الحادي عشر مساء لدينا رحلة قادمة من الكويت إلى بغداد. في الساعة الثالثة والنصف فجرا لدينا رحلة قادمة من موباي فلمن إلى بغداد مباشرة. في الخامسة فجرا لدينا رحلة قادمة من فرانكفورت، وهي قادمة من فرانكفورت إلى السليمانية ومن إلى بغداد. أكيد تشاهد، نتمنى للأخوة المسافرين المغادرين والقادمين على مثل سارات شركة التجارة العراقية السعادة والسلامة الوصول. أكيد نتمنى السلامة لحضرتك ونتمنى السلامة الوصول لجميع المسافرين. أستاذ صلاح تايه من مطار بغداد الدولي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مستمرين وياكم بتكملة فقرتنا لصباح هذا اليوم، ووصلنا لفقرة فتنس ورياضة صباحية مع شما. صباح الخير، اليوم حلقتنا راح تكون ستريتشينج، وهي تمارين للتنفس والاسترخاء، وبتفيد للي عندهم ستريس او موترة اعصابهم. كل اللي راح نعوزه مطلع وصبايا، منبلش سوا مع بعض. اوكي، راح ناخذ نفس بعد مرة. اوكي، شد خصرنا قد ما فينا. هذا ركبنا واستعدنا فينا. اصبر، اوكي كمان مرة. مع بعض
علينا الطلوع، شوف ظهرنا. اوكي رح نزرع الارض، رح نوسع ركبنا، رح ننزل لتحت. قد ما فينا نوسع اجرينا لبرا حتى نستفيد من التمرين اكثر، نعمل ستريتشنج لعضلات فخذنا. مع بعض رح نثني ركبتنا قد ما فينا، نرجع رجلنا لورا قد ما فينا. اوكي رح نثني ركبتنا، ما فينا. مع بعض رح نثني، رح ننزل. رح نكون قاعدين على كعبنا، رح نطلع شوي شوي. اوكي رح نثبت على الكعب. طرف
مع بعض. ستريتشنج نفخاتنا قد ما فينا، نشد لورا يدق الكعب مؤخرا يكون افضل. نعمل فرش لفخذنا واخر شيء نحط فخذنا. ظهرنا راح نحط ايدينا حد صدرنا نطلع بظهرنا قد ما فينا. نوسع ايدينا قد ما فينا رح ننزل شوي شوي نرجع لنفس وضعية ظهرنا مفتوع عم نتنفس ظهرنا جيد ظهرنا شدين كتافنا لفوق عم نطلع قد ما فينا لفوق ورح نرجع بنفس الطريقة رح نمرق وزنا شوي شوي عالبعض
نرجع على الوضع شايفين من بعد ايدينا اتنفنا نريح ظهرنا رح نعيدها مرة ثانية مع بعض شوي شوي على الارض لليوم خلص اشوفكم مرة جاية باي. صباحكم جديد أحبتنا المشاهدين، يوم جديد نستمر وياكم وفكراتنا لهذا اليوم. وفي حوارنا لهذا اليوم حنتحدث عن العام الدراسي الجديد والتحضيرات له واستقبال الطلبة الجدد، وحديثنا حيكون مع ضيفنا الأستاذ عادل محسن مدير عام كرخ الثانية. جديد أحبتنا، انضمعنا في الاستوديو ضيفنا الأستاذ عادل عدنان حسن مدير تربية الكرخ الثانية. سعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بك. صباح الخيرات عليكم على مشاهدي قناة الرشيد الفضائية. نورتنا أستاذ. أستاذ، نحن مقبلين على بداية العام الدراسي الجديد، دائما تكون تحضيرات واستعدادات تسبق أول يوم العام الدراسي. كيف كانت التحضيرات والاستعدادات لهذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية كل عام دراسي جديد هناك خطة لكل مديرية عامة أو لكل دائرة وأيضا للوزارة، وهذه الخطة مرتبطة ارتباط وثيق وتوجيهات معالي وزير التربية بالتهيئ والتحضير المسبق لاستقبال طلبتنا الأعزاء العام الدراسي الجديد، منها الصفوف الدراسية الجديدة، عدد من المدارس التي ستفتتح في هذا العام، وكذلك المقاعد والمناهج من كتب وقرطاسية ومستلزمات أخرى، إضافة إلى الملاك التدريسي والتعليمي وأيضا حراسات المدرسة، وهناك أيضا القوة الأخرى اللي هي حماية المنشآت اللي هي الجهات العسكرية الساندة اللي تحمي المدارس والأقسام التابعة للمديريات. حقيقة يعني نحن جادين في تطبيق الخطة كاملة، وعدينا العدة من بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله عام حافل بالعلم والمعرفة، ومتمنين طلبتنا الأعزاء التفوق في هذا العام ونكون عام متميز، وأيضا أن يعم الأمن والأمان على بلدنا العزيز إن شاء الله. إن شاء الله هذه تمنياتنا، نتمنى أن يكون الأمان والسلام هو السائد في بلدنا، وهي الرسالة اللي من خلالها نوصلها للعالم أجمع بأن بلدنا بلد محبة وسلام. وأيضا نتمنى لطلبتنا الموفقية والنجاح، وأن يكون عام مليء بالأمور الإيجابية. نعم. بغض النظر عن ما فات في السنين السابقة، لكن يبقى التطلع إلى الأمام وليس إلى ما مضى. نعم. لكن مع هذا
حضراتكم تكونون معنيين وقد يكونون حريصين اكثر حتى من الطلبه بالابتعاد عن المشاكل. متفائلون ان شاء الله. الحمد لله، يبقى هذا التفاؤل هو اللي نبحث عنه من اجل ان يكون العمل ايجابي اكثر. نعم. لو نحط مقارنه ما بين خطه العام الدراسي 2013-2014 مع العام اللي مضى 2012-2013، ما هو الجديد او ما هو التحسنات التي سيشهدها الطالب في هذا العام؟ حقيقة كل عام دراسي هو خطة، وأكو مثابة أو نقطة لابد أن توصل إلها، اللي هي مثلا نسب النجاح، عدد المتفوقين، القضاء على الأمية داخل الرقعة الجغرافية اللي نعمل بيها، عدد المتعلمين اللي تتيح لهم فرص التعلم، وأيضا عدد المدارس اللي حتفتتح في هذا الجانب، وما هي الخدمات اللي نقدمها في هذه المدارس. منها مثلا في العام السابق افتتحنا عدد من المدارس، أضيفت بعض الخدمات. الآن افتتحنا في هذا العام الدراسي ممكن أن ولي أمر التلميذ يدخل على موقع المدير العام التربية كرخ الثاني ويسجل أولاده بدون ما يجي التسجيل يكون إلكتروني. يقدر يعني إذا هو مسافر خارج البلد أو في محافظات العراق وقد يكون ما يقدر يوصل أو لظرف ما يعني ما يقدر يوصل، يقدر يدخل على أدنى عدد من المدارس، يدخل على الموقع ويسجل أولاده في هذه المدارس، يجي يلقى أولاده مسجلين. حصة الكتب القرطاسية هذه موجودة. السنة بدينا ندخل يعني اللي هي السبورة السمارت لعدد من الصفوف أو المدارس كبداية للعمل بهذا المنهج الجديد حقيقة، لينمي قدرات الطلاب ويواكب يعني العلم الحديث أو التعلم الحديث. وأيضا بعض افتتاح بعض المختبرات في المدارس وزيادتها من حيث التقنية، وكذلك الكتب أيضا المناهج اللي أضيفت إلها أشياء أخرى وبعض اللمسات منها. طيب. مادة الإنجليزي في الصف السادس إعدادي. نعم. فهذا أعتقد يحسن من مستوى التعلم في هذا العام، وكل عام إحنا نضيف لبنة إلى ما بنيناه في الأعوام السابقة. ما ممكن أن نهدم كل الماضي نقول هو غير مفيد، بالعكس نحن بدأنا بلبنات وإن شاء الله لبنات صحيحة إن شاء الله. طيب أستاذ، يعني أبدي معك نقطة من خلال حديثك اللي ذكرته فيما يخص التسجيل، يكون عن طريق موقع الإلكتروني خاص بمديرية تربية كرخ الثانية فقط. التسجيل الإلكتروني ممكن يكون فقط على المدارس اللي في هذه الرقعة أبداً حتى إذا دخل في هذه، إحنا حددنا عدة مدارس في كل منطقة تقريبا مدرسة، حتى لو كل المدارس التسجيل لا نفس الشيء. يعني أنت عدك ولد سجلي في هذه المدرسة، ممكن حتى تحجز حصة الكتب والقرطاسية وتحجز له مقعد، وأيضا أنت ما راح تعطيني المعلومات، راح تقولين هذا الطالب يسكن الزقاق كذا، فإحنا نعرف انه على اي مدرسه حيكون التغذيه مالته، المدرسه سين او المدرسه صاد. فهذا احنا راح نحدد، حتكون عندنا بيانات ونعتمد هذه البيانات، بس شرط ان تكون بيانات صحيحه، والطالب يروح الى المكان اللي يبغيه ابو الطالب او ولي امر الطالب او امر التلميذ المسجل يعني حديثا. فهذا تسهل لبعض اخواننا وزملائنا اللي امر الطلاب عمل التسجيل. لكن هذه للمدارس الاعتياديه، المدارس النموذجيه لازم الطالب يخضع لاختبار صحيح. النموذجيه اللي هي يعني مثل ايش انت تسميها نموذجيه؟ احنا عندنا مدارس يسموها المتميزين في كليه بغداد. نعم. هذه اكو اختبار وزاري، اختبار قدرات ذكاء، وهذا الاختبار يدخل الى الطالب، اكو فد وقت محدد لازم يجاوب عنده الاجابه الصحيحه لهذا، سواء كان بالوقت او بالمعلومه، وهذا يمكن يتمكن الطالب بعد ما عبر هذا الاختبار ان يدخل هذه المدرسة اللي هي مدارس المتميزين أو كلية بغداد. فهذا اللي عندنا والمعمول به حاليا في وزارة التربية في عموم العراق. نعم. طيب لو نتحدث عن حصة كل طالب من الكتب والقرطاسية. نعم. يعني يمكن شفت السنوات السابقة في بعض المدارس، ما بدنا نقول أغلبها، بأن تأخر وصول الكتب، عدم استلام الطالب للكتب مع أنه يمكن العام الدراسي بدأ وبدأوا يأخذون الدروس، لكن هو ما مستلم. حتكون هذه السنة يعني قبل بداية العام الدراسي، قبل بداية أول درس، حيكونون كل الطلبة حيستلمون حصتهم من الكتب؟ احنا حقيقة عدينا جدول كل المدارس الموجودة في قاطع مديريتنا، مدير عام التربية كرخ الثانية، والجدول سلم إلى المدارس، فكل مدير ممكن يعرف تاريخ الاستلام مالته من حصة المدرسة من الكتب والقرطاسية.
قد تتأخر بعض المستلزمات بالنقل والظرف الأمني، وأحيانا تدخل بها يعني وصول المادة لظروف خاصة، ولكن يعني عدك أن الكتب ستصل في وقتها، وما أعتقد تتأخر عندنا العام، ما تأخرت الكتب ذاك التأخير. أحيانا يمكن أكون طبعت في مطابع وصار يمكن مشكلة في ميناء العقبة، مرات أضراب العمال اللي هم في الأردن فأخر الوصول. يعني الكتب الآن حقيقة عندنا خزين من الكتب يكفي لسد حاجة المجلة العامة تربية الكرخ الثانية، وأيضا الوزارة بذلت حقيقة جهد لتوفير كل الكتب والقرطاسية قبل هذا الوقت، وإن شاء الله أعطى طلبتنا الأعزاء في مجلة المدارس الأخرى إن شاء الله حصتهم توصل بالوقت المناسب إن شاء الله. يعني نطمئن كل أولياء الأمور بأن الكتب هي موجودة بالمخازن، إذا كان نعم. هناك تأخير فممكن المدارس تتحمل سبب التأخير وليس المديرية التربية منها القصور. وقت إن شاء الله يعني عندنا ما يكفي لسد الحاجة، مو بس الكتب حقيقة أيضا إحنا عندنا فتحنا عدد المدارس اللي هي قسم عندها الهياكل الحديدية، استلمناها بما يسمى المدارس الإيرانية أو الهياكل الحديدية ستيل ستراكتشر، وأيضا أضيف إلها قسم من البناء اللي بنته محافظة بغداد، أضيفت للمدارسنا العاملة يعني حقيقة اللي هيكون بها التدريس في هذا العام، فهي أيضا هيئنا لها الأثاث الكامل من أريكة جلوس للمدرسين وطاولات، وأيضا رحلات للطلبة وصبورات إن شاء الله، فهذه هم من هيئنا لها كل المستلزمات، وتضاف إلى عدد المدارس اللي موجودة في العاملة في مديرية. نعم أستاذ، نتحدث بتفاصيل أكثر عن تهيئة المدارس سواء كانت الحديثة اللي حيباشرون نعم. الطلبة بالدراسة فيها أو حتى السابقة، هل هناك كان ترميمات أو شنو الاحتياجات اللي كانت متطلبة؟ هيئنا حقيقة أغلبية المدارس هيئناها، يعني إحنا المديرية ما تبني ترمم ترميم. أيضا هسه حاليا حقيقة البناء صار مسؤولية المحافظة أو مجلس المحافظة، لكن بالتنسيق مع وزارة التربية. نعم، حولت المبالغ كلها إلى المحافظة، المحافظة هي اللي هي يعني تبني. تعمل باستجابة بتكسل. نعم، بتنسيق مع كل مديرية وحاجتها، ونعطيهم قطع الأراضي اللي مسحناها ممكن أن يبنون عليها، هذه قطع الأراضي اللي تسجل باسم وزارة التربية فيبنون على هذه الأراضي. طيب احنا ما نريد نقول بأن نوصل إلى، ولو هذا حق مشروع بأن كل أولياء الأمور وحتى بالنسبة لكم أعتقد هذا هو أيضا تمنيكم، بأن تصل جميع المدارس في العراق إلى مستوى المدارس النموذجية بكل التفاصيل، لكن هي نبدأها خطوة بخطوة حتى نوصل إلى هذه المرحلة. لو تحدثنا على العام الحالي 2013-2014، الطالب هل حيذهب إلى الصف وهو مرتاح، تكون موجودة الرحلات والصبورة وحتى الشبابيك تكون هي موجودة، متوفر وسيلة تبريد أو وسيلة تدفئة بالشتاء، كيف حيكون التعامل مع هذه الحالة؟ حقيقة في هذا يعني من استلم الدكتور محمد علي تميم وزارة التربية عدة لبناء عدد كبير من المدارس، وتقريبا أنتجت هذه الجزء من هذه المدارس بدأ استلامها، ورممنا عدد كبير مدارس، أعطانا حقيقة صلاحيات كبيرة حتى نهيئ قسم المدارس، فإن شاء الله وصحنا في حاجة، لأنه بغداد في حاجة إلى كذا ألف مدرسة، ولكن الآن أفضل من العام السابق، والعام السابق أفضل من العام اللي قبله، هيئنا كل هذه الأشياء قد نحقق نسبة من الرضا، ولكن ليس يعني تكون هو هذا طموحنا، يعني مو طموحنا، طموحنا أن يكون أكثر، طموحنا أن يكون كل مدارسنا دوامها أحادي صباحي، يكون دوام مزدوج، ولكن الظرف حتم علينا، المهم إحنا بدينا بالخطوات الصحيحة، إن شاء الله بالأعوام القادمة تنجز كل هذه الأبنية، وطالبنا يعد الطالب الأول في هذه المنطقة كما كان يعد علميا في السبعينيات، أو كان التعليم متميز في العراق، إن شاء الله حيكون كذلك في الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بتضافر الجهود والسعي إن شاء الله تصلون إلى هذه النقطة، ونفخر إحنا بوجود مدارس، يعني مو مثل ما معروف الآن في الفترة الأخيرة مدارس أهلية أو مدارس لغات أو مدارس أجنبية، لا إحنا نحب تكون مدارس عراقية حكومية هي يبحث عنها الطالب لأنها توفر له كل فرص النجاح والراحة. يعني نعرف بأن واجب وزارة التربية مو فقط من أجل التعليم، لا، هي التربية والتعليم. أبداً إحنا ننشد حقيقة تعليم متميز
وايضا اهتمامنا اكو قسم يتصور انه الاهتمام بالمدارس المتميزه ابدا، هذا طالب يعد اعداد خاص ويدخل اختبار خاص يقبل بهذه المدرسه، ولكن المدارس الاخرى هناك عدد كبير من هذه الطلبه يعني حققوا نسب نجاح وكانوا من الاوائل في هذه المدارس، وهي المدارس غير متميزه ولكن ايضا اعتبرها ان متميزه بملكاتها التدريسيه، متميزه بعطائها، متميزه باساتذتها واشرافها اللي موجود يتابع هذه المدارس. ايضا احنا حتى اضيف للموضوع اللي قبل تكلمنا عنه، كل المدارس تقريبا جهزت بمولدات الجنريتر والمراوح وايضا عدد من المبردات وقسم المكيفات، هذه اعتقد لان بدايه العام الدراسي فيه تقريبا حراره بسيطه ممكن نستخدم هذه المراوح فهيئنا كل المستلزمات، وايضا هيئنا المرفق الصحي اللي يستخدمه عدد من طلبة المدرسة إن شاء الله. وأيضا كلمات حقيقة ترحيبية قم بها قناة التربوية الفضائية بترحيب طلبتنا الأعزاء، هناك كلمة لمعالي وزير التربية في بداية العام الدراسي إن شاء الله توصل لكل المدارس تهيب بهم أنه يلتزمون يهتمون بأولادنا. هذه جزء من حقيقة أعمالنا لهذا أو خطتنا لهذا العام الدراسي الجديد. إن شاء الله مبارك جهودكم، أيضا نتمنى لكل طلبتنا أن يكون هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة ومن خلاله يقدرون بأن يجتهدون وينجحون ويتوفقون أكثر، وهذه دعوة لكل أولياء الأمور أو حتى الطلبة اللي حابين يشاركون في موضوعنا لهذا اليوم، ممكن تكون المشاركة عبر أرقام الهواتف اللي تظهر تباعا أسفل الشاشة. أستاذ لو تحدث عن أعداد الطلاب اللي حيكونون في كل صف، ذكرت حضرتك بأن احتياج بغداد قد يصل إلى آلاف المدارس حتى يكون العدد منطقي في كل صف، حتى الطالب يقدر يستوعب من يشرح المعلم أو الأستاذ. في هذه السنة هل هناك حددتوا عدد لكل صف؟ لو لحد الآن حيكون الموضوع ما عشوائي ما بين الدراسة حقيقة ما نقدر نحدد، لأنه إحنا حاليا مرات أحيانا الوضع التهجير اللي يصير في قسم مناطق يحتم على عائلة تتحول من مكان إلى مكان، واجبنا نقبل الطالب، هذه تكون استثناءات لكن حدث عن وضع عام أتحكي لك يعني نعم. وقسم من الأراضي الفارغة في هذه المنطقة اجت جزء من العوائل وسكنت هذه المنطقة، فإحنا إذا هي قدرة المدرسة 1000 طالب خلينا نقول تستوعب أو 500 طالب صارت تستوعب 2000، فإحنا نخطط، ولكن الحركة هذه الديموغرافية اللي تصير في المنطقة تأثر أو السكانية تأثر علينا حقيقة سلبي، ما نقدر نهيئ يرادهم ملاكات يرادهم عدد من المقاعد الدراسية، هذا حياة تربك جزء من عملنا. وأيضا لحاجة يعني المديريات إلى عدد كبير من المدارس، وأعتقد طرحها معالي وزير التربية على مجلس النواب أن البناء بالآجل وما صارت موافقة عليه، لو بنيت هذه المدارس أعتقد إحنا حاليا كان أفضل بكثير وعندنا صف يكون نموذجي ويزيد الطلاب عن عدد 25 طالب إلى 30 طالب، ولكن حقيقة ما ممكن نحقق هذا الصف المتميز في الوضع الحالي، ولكن طموحنا إن شاء الله نحققها بالسنين المقبلة ببناء عدد كبير من المدارس، وأيضا خطة المدارس الأهلية أيضا همين تستقطب عدد من الطلب، فأعتقد حيكون بس إراد وقت طويل، وأهم شيء إنه هو الاستقرار الأمني، أعتقد هو هذا يمكن يمكن عدد من البنات يبنون أو يفتتحون مدارس حديثة. طيب ذكرت حضرتك بأن العدد النموذجي يجب يكون في كل صف ما بين 25 إلى 30 حتى يسيطر على الطالب. وقع الحال الآن في كل صف يصل عدد الطلاب إلى أي عدد؟ أكو 30، أكو 40، أكو 50، أكو مناطق يصل 60، ما شرط حسب أيضا مساحة الصف بالمدرسة. أكو بنايات قديمة بنيت في عهود قديمة الصف تقريبا 3×4 متر، هذا ما يستوعب يعني يبقى عدد قليل داخل الصف، وصفوف كبيرة تستوعب أكثر. وقسم من المقاعد الدراسية والمقاعد كان يقعد بي المزدوج عندنا والأحادي، الأحادي يقعد بي واحد والمزدوج يقعدون بي اثنين، هسه قسم يقعدون بي ثلاثة من الطلبة حقيقة، فهذه أيضا ان شاء الله. طيب فيما يخص المقاعد الدراسيه تم توفيرها حسب عدد الطلاب في كل مدرسه؟ الان احنا بدينا بالاستلام، هناك مبالغ رصدت للتعاقد مع المستلزمات ومع وزاره الصناعه والوزارات الحكوميه الاخرى او الاهليه
لتوفير الأثاث المدرسي كاملاً بكل الأثاث المدرسي فيما يخص الدولاب أو الأريكة أو الطاولة أو اللوكر اللي هو الأدراج اللي يكون به، ومستلزمات كثيرة حقيقة رصدت لها مبالغ تغطية كل حاجيات المدارس. طيب فيما يخص المدارس يعني اللي هي بنائها قديم أو قد يكون وضعها يعني غير مريح أو غير مطمئن، هل كان هناك لجان من مديريتكم أو حتى وزارة التربية بشكل عام تخرج للكشف عليها إذا كانت هي صالحة لأن يباشرون طلبة بالدوام بها أم هي غير صالحة ممكن ما حابين تحدث حوادث في كل مديرية سابقة. هناك قسم يسمى قسم الأبنية اللي هو في عدد من المهندسين، وهذا القسم هو اختصاصه أنه يشكل لجان تخرج تكشف على هذه المدرسة هل تصلح أم تسمى عائلة للسقوط أم دخلة هذه المدرسة. هناك مسميات ممكن أن يعد تقرير بهذه المدرسة ونخلي هذه المدرسة ممكن حصل هذا الكشف من قبل هذه اللجان؟ نعم نعم نعم. هناك كان مدارس يعني وتحدد المدارس نعم تصلح مثل مدرسة سين صاد يعني حدد أعداد المدارس. هناك مدارس كانت غير صالحة؟ أيضا نعم، وتحال هذه المدارس مثل قسم منها فقط السقف يعني يزال وتبقى الجدران وكذا ويصير تبنى هذه السقوف بطريقة أخرى، وقسم منها تزال أصلا هذه المدرسة من الأساس لتبنى مكانها مدرسة جديدة. فهذه مهمة الأبنية المدرسية والمهندسين مشرفين على المدارس في هذا القسم. طيب فيما يخص المناهج الدراسية ذكرت حضرتك قد تكون هي تغييرات بسيطة أو إضافات بسيطة حصلت هذا العام، ياريت توضح لنا إياها إلى أي صفوف وفي أي مواد؟ تقريبا الإنجليزي في الأساس الإعدادي يعني غير بقسم من المنهج اللي هو أكثر تقريبا هو الإنجليزي غير من الأول صعودا ويسمى فرص العراق حقيقة، والطلبة يعرفون هذا المنهج الجديد، هذا أعتقد يخدم الطالب لغويا ويفيده في كثير وجرب في المستويات الأدنى إلى أن وصلنا إلى السادس إعدادي. وهناك بعض الكتب فيها إضافات بسيطة لم تغير كليا لتواكب التدريس الجامعي الموجود في بلدنا وأيضا لتواكب التعليم الموجود في المنطقة حتى لا يبقى أو ليس ذاك الفراغ الكبير في التعلم في بلدنا مع البلدان الأخرى، وليبقى الطالب العراقي طالب متميز مليء بالمعلومات والخبرات الطيبة وأيضا له مستوى يبقى يحافظ عليه هذا في التعلم خلال هذه المناهج اللي يدرسها من الأول ابتدائي إلى أن نعده في المدارس الإعدادية في السادسة إعدادية. طيب هي الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية فيما يخص المناهج الدراسية حتى تكون هي بمستوى ما يدرس في الدول العربية أو حتى يمكن لا بس بأن يكون الطموح بأن نرتقي عن هذه المناهج وتكون مناهج تصل يمكن إلى العالمية من حيث المواد العلمية أو غيرها، ممكن في أي سنة نصل إلى هذه المرحلة؟ هي خطة تكون ما ممكن أنه نقف عند منهج محدد أبدا، تطور مستمر العلم يتطور ولا بد أن نطور المنهج. يعني أنت في هذا الاستوديو الكاميرا اللي تصورين بها 7 سنتين مو نفس الكاميرا قد ضيف لها تقنية حسب الحالة اللي أنتوا تحتاجوها. أيضا التعليم إحنا نفتح أفق تعليم آخر في المدارس يعني الابتدائية، نفتح لغات أخرى قد تكون، نضيف لها مواد أخرى، نحذف مواد قد يكون نشطبها لأنه بدأت ما نحتاجها أصلا، نضيف مختبرات حديثة، نضيف مثل ما أضيف درس الحاسوب وضيفة الدروس أخرى قد يكون الحاسوب بعد كم سنة يتجزأ ويصير بعلوم أخرى. فهذه ما ممكن أنه ننتهي في منهج محدد أقول لك اليوم أنا لازم أصل للمنهج كذا وخلاص أوقف أبدا، ما رح نوقف إذا إحنا نبدي بالتراجع انحداث. نعم. طيب العام الدراسي 2013-2014 المناهج الدراسية الموضوعة هل هي بمستوى أو مع باقي الدول العربية أم ما زالت تحتاج إلى إضافة؟ والله المنهج العراقي هي منهج متميز، أنا لاحظت في قسم الدول العربية والدول الأخرى، ويبقى الطالب العراقي متميز في كل الكليات. هناك فرص أعطتها وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية وقبل عدد كبير من الطلبة الدراسات العليا في هذه الدول،
ووجدت انه وزرت قسم من طلابنا في الدول الاخرى اللي صارت فرص لها، لقيت الطالب العراقي هو طالب متميز مليء بالمعلومات القيمه، اللغه مالته جيده وسليمه، وهو طالب متميز ويستقطب تقريبا كل الحولة، فتعليمنا حقيقه تعليم يعني جيد جدا ان شاء الله. طيب، الطلاب هم يمتلكون عقول جيده وعقول ممكن يعني يستقبلون اي معلومه حتى لو بدات تكون هي بها شيء من الصعوبه او شيء من الماده او المعلومه الجديده، لكن حيتقبلها الطالب. نعم. والمناهج الان توازي المناهج فيما يدرس في باقي الدول العربيه. نعم. فيما يرتقي بمستوى العلمي. نعم. في العراق فيما يخص الكوادر التدريسيه، هل هناك يحدث تطوير لهم؟ يمكن تكون دورات. نعم. عندنا اكو في كل مديريه يسمى قسم الاعداد التدريب، وايضا في الوزاره اكو معهد اعداد التطوير التربوي اللي هو موجود. هذا هذه المديريه تكنك مع الاقسام اللي موجوده عندنا، تدرب قياديين، قاده تدريب يسمونه. نعم. هذا القائد التدريبي يدرب عدد من المدرسين والادارات والمشرفين بالطرق التدريس الحديثه او على المناهج الحديثه اللي موجوده عندنا. احنا العام تقريبا دربنا اكثر من، يعني حققنا النسبه مالتنا اكثر من 110% من نسب التدريب. هناك قسم يدربون خارج العراق، قسم داخل العراق، قسم في المحافظات العراقيه الشماليه، وحتى نبقى في بحث مستمر في تطوير العمليه التربويه، منهج، مدرس، طالب، نبقى وياهم. ايضا طلبتنا اشتركوا في عدد من المدارس، يعني في المدير العام مثل بكر الختاني اشتركوا العام الماضي في دبي في مدارس البحث العلمي، وطلابنا حققوا نسب نجاح متميزه واخذوا شهادات تقديريه، وقبلها اشتركوا في قطر في مسابقه للغه العربيه وطلعوا ثاني على العرب. اذا هم طلاب متميزين حقيقه، الطالب العراقي رغم الظرف اللي مر عليه. وزاره التربيه ايضا تدعم كل هذه الانشطه اللي ايضا الاخرى اللي هي البحثيه، الانشطه الرياضيه، الانشطه العلميه، وحتى الانشطه الفنيه يشتركون عندنا في المحافظات العراقيه. يعني البارحه كان مثلا عندنا احتفاليه في النجف وفي البصره، يعني دائما هم اكو دعم لكل المجالات اللي موجوده في المديريات العامه من قبل الوزاره. طيب يعني استاذ، احنا نحاول نكون واقعيين جدا، وحتى لو كانت بعض النقاط السلبيه حتى لو كانت هي قليله، لكن نحاول بان نطرحها من اجل ان نجنبها او نجد الحلول اللي حتى نمنع حدوثها. خلينا نكون واقعيين، يعني يمر علينا ما نقدر نقول هي نسبه كبيره، لكن الاهالي اولياء الامور عندهم تخوف من طريقه التدريس. يعني كيف يكون المدرس او المعلم يتعامل مع الماده بدون تعب بدون جهد؟ ما حابين احنا يصل الطالب الى النفور من الدراسه. ما نقدر نقول كل المدارس هي تكون متفاوته. اتمنى يعني حقيقه وادعو اولياء الامور، هنالك في كل مدرسه رئيس مجلس اباء. رئيس مجلس الاباء يمثل كل الاباء اللي موجودين في الرقعه الجغرافيه اللي تغذي هذه المدرسه، او المسؤوله عن قبول هذا هؤلاء الطلبه او الطالبات في هذه البنايه. مدير المدرسة يكون نائب لرئيس مجلس الآباء ويا أعضاء موجودين، وأكو نظام يحكم مجلس الآباء. فأتمنى يعني رئيس مجلس الآباء يشخص هذه النقاط السلبية ونقاط الضعف، ويكنك ويا إدارة المدرسة ويبدي أن يطور بها. ما أنه أنا أروح وأجلس في مكان وبس جيت حضرت الاجتماع اسقاط فرض وخلي الامور، وبعدين من يرسب طالب تبدي المناوشات او المهاترات ما بين اولياء الامور واداره المدرسه. بالعكس، المدرسه هي كل اللي موجودين هم اولاد المنطقه او اولاد الرقعه الجغرافيه اللي موجودين، ويمثلوهم هم هؤلاء الاباء، وهذه امانه. فمتى ما بقى رئيس مجلس الاباء بعلاقة طيبة مستمرة بتشخيص السلبيات أو نقاط الضعف، أعتقد هذه المدرسة حتماً حترتقي وتكون مدرسة متميزة، لأنه من البداية أشرت نقاط الضعف. كل ما تكون نقطة ضعف هنا، حتى إذا كان في مدرس ممكن أن يوصلوه إنه ويجي رئيس مجلس الآباء يقول أنا في المدرسة الفلانية عندي أستاذ مثلاً ما ممكن يوصل الدرس بالطريقة الصحيحة. أكو إشراف يقيم هذا المدرس، يقول المدرس قد يكون يحتاج إلى دورة تطويرية
ناخذ المدرسه ندخله دوره تطويريه. او اذا اكو مثلا طالب حشى اولادنا قد يكون مشاكس ممكن هم يروحون لولي امر الطالب وممكن نعدل من سلوكه او ينقلوا من خارج هذا المدرسه اخرى حتى على الاقل يتقوم هذا الطالب تبقى المدرسه تصير باتجاه الصحيح. اما المدرسه واحده تعمل في واد واولياء الامور في واد اخر ما اعتقد ان نصل بالنتيجه المرضيه الصحيحه تبقى فراغ. وحتى ما يسمى بالتدريس الخصوصي ايضا أنا ما أريد أولياء الأمور يشجع على التدريس الخصوصي وبعدين يقول إنه شان يدرس خصوصي ورا ما ينتهي. لا، من البداية يقول لي إنه ترى المدرس سين أو المدرسة صاد دا تعطي دروس خصوصية في هذه المدرسة ممكن إن عالج هذه الحالة إن أكو ضابط وأكو مكتب فتش عام يتابع هذه الحالة وتقريبا يقومها وينهيها، يعني أكو عقوبات إن شاء الله ما نصل للعقوبات. فهي حلقة تقريبا متكاملة حتى نصل بالتعليم للصورة الطيبة أو الصحيحة. ممكن أنه التربية هي بحدها هي اللي تمشي والبقية كل واحد يجر إلى جانب آخر. لازم يكون تعاون بالضبط. وهذه دعوة حضرتك توجهها لأولياء الأمور بأن يكونوا متابعين لأولادهم ودراستهم وكيف هي تكون إذا هناك استجابة أو مشكلة. أتمنى على كل ولي أمر أنه يوصل المدرسة ويفتهم على الأقل كل بين أسبوع وأسبوع يشوف ابنه إيش يصير به، مو أسبوع شهريا يشوف أنه مستواه تابعة دوامة سلوكة هذا الطالب حتى على الأقل إنه من يصير تشخيص مبكر ممكن يتقوم تعالج المشكلة. ولكن إذا ما تقوم من البداية العوجاج حيكون كبير في النهاية، ويكون عدم تخوف، متابعة وتشخيص السلبيات حتى لو كانت هي موجودة في أبنائهم أو موجودة في أحد التدريسين أو حتى في طريقة التدريس. يكون أولادنا إحنا حريصين عليهم بالعكس، يعني إحنا متعاونين أصلاً لأنهم مهما يكون أمانة عندنا إحنا مؤتمنين على هذا الأولاد، مؤتمنين على هذا الجيل حتى نوصل إلى بر الأمان. ولكن يعني التعاون الأولياء متى ما يكون يعني منضبط وفق أسس صحيحة أعتقد يكون الوصول أفضل بوقت أسرع بخسائر أقل بتكلفة يعني أيضا قليلة، ونستخدم كل الأشياء الأخرى الوقت الآخر أيضا مما يفيدنا حتى لا يشتت الجهد مالتنا أو ويكون المدرس. العمل بالنتيجة والجهد والتعب من أجل الطالب بأن يكون في مساره الصحيح من أجل تكون الاستفادة منه ومن إمكانياته الذهنية من خلال التواصل أكثر من خلال الاجتهاد. كل ما كان هو مستوى العلمي جيد وبالنتيجة حيحسب للمدرسة. طيب أستاذ، لو نتحدث عن المدارس الأهلية تكون هناك متابعة إشراف المناهج تكون هي توضع من قبل وزارة التربية أم يكون إشراف تقدم هي بمناهج معينة موافقة عليها؟ المنهج نفس المنهج يدرس نفسه. هناك مدارس تضيف قسم من اللغات وتضيف قسم من الخدمات للطلبة منها وجبة الغذاء قسم منها السفرات العلمية تضيفها للطالب حتى تستقطب أكبر عدد من وقسم من المدارس تستقطب أيضا مدرسين المتقاعدين القدامى أو الجيل الجديد اللي هو غير متعين في هذه المدارس. وتبقى يعني كل مدرسة على ما تقدمه. يعني أنا مثلا عندي ابن وأكو مدرسة سين وصاد أو أليف وباء، فأبقى أعرف إنه المدرسة هذا تقدم أشياء أفضل من المدرسة كذا. ولكن المتابعة متابع كل مدارس إحنا متابع. لكل مدرسة مشرف إداري، وهناك مشرف اختصاص. المشرف الإداري هو يتابع عمل الإدارة وملاكات المدرسة. المشرف الاختصاص يتابع اختصاص المدرس، هل هو يدرس بالطرق الصحيحة، درس المنهج الصحيح، أبو الفيزياء فيزياء وأبو الكيمياء كيمياء وأبو الإسلامية أو العربي. لكل مدرس ويقيم، يدخل إلى المدرس داخل الصف الدراسي وشون ديط الصف، يراعي الفروق الفردية، يسوي عصف ذهني لدى الطلبة، يشد يخليهم يشدون إلى هذا المدرس لو أن الطلبة ما يكن يكون مع المدرس. فهذا كلها لابد أن يأشرها في قائمة أو لائحة موجودة عند المشرف الاختصاصي. المشرف الإداري يتابع سجلات المدرسة، درجات الطلبة، الدفاتر الامتحانية للطلبة أيضا يتابعها، نقل الدرجة، غيابات الطالب، غيابات المدرسين، يعني كل هذه يتابع شهاداتهم. إذا أكو شك في شهادة يمكن يسوي لها صحة صدور لهذه المتابعة لأدق التفاصيل. نعم بالضبط. فعمل تقريبا هو مكمل، واحد يكمل الآخر، كل باختصاصه ويكتب تقارير إلى
القسم المعني وتوصل للمديرية العامة. وإحنا أيضا إيش عندنا أشياء توصل مثلا في صحة صدور مكتبة للوزارة ووزارة خاطر ووزارة الأخرى تتخذ الإجراء بالضبط. هو هذا عمل جزء من عملنا. وإن أيضا المدارس الأهلية هي تشتري أثاثها على ما هي تريد، هي ملزمة بتوفير المكان بس نعم الكتب لا تأخذها، الكتب من عندنا، الوثائق من عندنا، كل تقريبا مستلزمات التربوية اللي هي اختصاص يعني خص المنهج من الوزارة. طيب أستاذ، ذكرت بأن المدارس النموذجية أو الأهلية عفوا هي قد يميزها عن المناهج الدراسية الاعتيادية هي إضافة بعض اللغات. فيما يخص المناهج الاعتيادية، هل هناك خطة بأن تكون لغة أخرى مع اللغة الإنجليزية، أو تكون اللغة الإنجليزية هي تبدأ يعني فعلا مثل ما سمعنا بأن هذا العام حيكون الصف الأول الابتدائي، أم بعد ما زال يعني الموضوع؟ بعد هو ما زال. من أي صف حيكون؟ هو من الثاني، إحنا بادين تقريبا ثالث أم الثاني؟ الثالث أو الثاني أعتقد، يمكن من الثالث إحنا بادين أصلا. قد يكون هذه السنة ممكن تكون الثاني. أقسم برياض الأطفال يدرسون طلبة الأبل الباك يعني البوك البين يعني هاي الكوبي بوك، إذا سوى أشياء بسيطة مصطلحات، أو قسم من عندهم بالرياضة أطفال يعلم الأرقام ممكن أي ممكن، فهي أشياء بسيطة يعدون الطالب لغويا أو يتقبلها إذن حتى تتقبل هذا. طيب التعليم الجديد كم منهاج يكون يعني أساسي ضمن العام الدراسي؟ متى سيكون من صف الأول ابتدائي؟ هذه تبقى خطة الوزارة هي اللي تعده وتحسبها، لابد توفر كتب أساتذة مختصين بهذه المادة، يعني لا تعدها إعداد جيد وتبدأ به. فما عندي فكرة إنه متى تبدأ، ما أقدر أجيبك في الوقت الحاضر، لأنه لابد تعد العدة كم مدرس نحتاج في هذه المادة لهذه الصفوف، كم طالب عندنا حتى توفر المنهج. بالنتيجة هذه يعني يمكن حتكون دخل لهم دورة خدمة للطالب وأيضا للمتخرجين فرص عمل. ترى طلبتنا يعني بالإنجليزية ما شاء الله ممتازين عن زيني، بينما اكو دول تدرس الانجليزي ما مر بها ظرف، مع ما احنا كنا ندرس الانجليزي من الخامس ابتدائي. اصبحت مشكله في حاجات كثيره، مشكله العراق باللغه الانجليزيه هو كان عدم التدريس من صفوف مبكره، وما كانت هناك مناهج قويه بحيث يؤسس لهذه اللغه بشكل جيد. احنا كنا ندرس تقريبا قواعد اللغه الانجليزيه اكثر، نهتم ما نهتم باللانجوج اللي هي اللغه والمحادثه، هسه أعتقد أكثر أحسن بالمحادثة. هذا اللي نأمل أن نهتم به مع الاهتمام بلغتنا العربية، يجب أن تكون هناك لغة أجنبية، وإذا كانت إنجليزية أو إذا لغات أخرى فلا بأس، يعني كل ما يكون تطوير بالمناهج حيكون بصالح الطلبة. تعلم لغة قوم أمن شرهم، إن شاء الله نكون بعيدين عن كل شر، هذا اللي نتمنى. طيب لو نتحدث عن ذكرت حضرتك نشاطات، هناك حتكون اهتمام بالنشاطات الرياضية، وقد تكون نشاطات ثقافية، ممكن تكون نشاطات والمسرحيه لو صعب تكون هذا لا موجوده اصلا موجوده يعني نعم. هناك مسرح في المدارس، كل النشاطات لها مواردها الموجوده المتاحه اللي ممكن هي تستخدمها. عندنا في كل مديريه نشاط قسمي للنشاط المدرسي والنشاط الرياضي. النشاط المدرسي اللي هو يختص بالزخرفه تلاوه القران المسرحيات الموسيقى اللوحات الفنية. المدارس هل هي يعني تكون جاهزة بأن تنفذ بها أو تمارس هذه النشاطات؟ كل المدارس تقريبا بيها، بس كل مدرسة بشكل بسيط حدوديتها. لكن أستاذ ولكن يعني عندما صريحة وياك أكثر، إحنا نلاحظ بأن عدم الاهتمام بالنشاطات الأخص الرياضية، كان يفضلون إلغاء درس الرياضة من أجل إعطاء مادة علمية أخرى، يعني هذه مشكلة. حاليا وزارة التربية حقيقة ومديريتنا من عد تشكيلات الوزارة هذه يعني ابدا ما نسمح انه يتجاوزون، ابدا ما مسموح يتجاوز على حصه التربيه الرياضيه مطلقا. حققنا العام يمكن هذه السنه حققنا اول على بغداد، كانت يسموها مسابقه برعايه شركه بيبسي كولا اللي هي كانت يعني، وطلابنا حققوا اول على بغداد يعني. جميل، حلو يكون هذا تشجيع للطلبه. طلبه المتوسطه كانوا، فاذا اكو اهتمامهم بالجانب الرياضي. حقق نسب ثاني وحققنا في الكشافة، يعني كل هذه هي موجودة النشاطات. المسرح المدرسي حيكون موجود وبقوة، أو تكون نشاطات أخرى، المعارض. هذا العام اشتركنا في محافظة كركوك، كان تقريبا نشاطات المسرحية، وأيضا في محافظة البصرة فهي موجودة النشاطات.
وعدد من الفنانين اللي هم موجودين في الساحة أيضا هم عندنا يقدمون، يعني إما مدرسين وإما معلمين وإما مشرفين في الجانب الفني في هذه المديريات، وتلقيهم موجودين هم في هذه المديريات، هم اللي يرعون تقريبا أكثر هذه النشاطات. هناك من كاتب قصة وهناك الشاعر موجودين في هذه المديريات. قد إذا كنتم تتيح لكم فرصة تشوفون إن شاء الله نتمنى نتابع هذه النشاطات للطلبة، لأن هي حتكون بمثابة تشجيع وتحفيز لمواهبهم، تكون من خلال حتنعكس أيضا حتى على نتائجهم الدراسية، حيجتهدون أجل بأن يمارسون هواياتهم اللي يحبوها. هذا الجانب جدا ممكن من نشهده بالسنوات السابقة، كان عدم اهتمام أو يعني حتى كانت ملغية إذا كانت دروس الرياضة أو حتى فيما يخص الجوانب الفنية، إذا كانت مسرح موسيقى أو حتى رسم، كان عدم اهتمام فيها. حتى ساحات رياضية سويناها كان يعني موجودة في يمكن أن يمارسوا، بس مو كل المدارس، ولكن المدارس اللي بنيت حديثا، قسم المدارس اللي بها ساحة مدرسية، قسم مع الأسف إنه الصفوف زحفت على الساحة المدرسية بالإضافات في يعني الأعوام السابقة أو قديما، ولكن الآن بدأ الاهتمام بالجانب الرياضي والجانب الفني أكثر، وعدم السماح بالتجاوز على حصة الحصة الأخرى أبدا. فيما يخص المختبرات العلمية أو حتى كان معروف بأن موجود في كل مدرسة مكتبة من غرض المطالعة، أيضا أهملت في السنوات السابقة، حيكون تفعيل دورها من جديد لأهمية تعزيز الثقافة عن الطالب. وهنالك أيضا قسم يسمى قسم الشؤون الفنية اللي هو يختص بهذا الجانب، اللي هو يختص بالمختبرات ويختص بالمكتبات. نعم. والمختبرات أكو هنالك مختبرات لغة، مختبر فيزياء، مختبر كيمياء، وهناك مكتبة. أنا سبق قلت لك قبل قليل عدد المدارس قل، يحتاج إلى عدد صفوف أكثر، فزحفوا عدد الطلاب إلى قاعة المكتبة. المكتبة تحولت في دولاب، ولكن متى ما تنحصر الأمور يزحفون الطلاب إلى الصفوف، تبدأ المكتبة في قسم من المدارس اللي بيها صفوف. فتحنا مكتبات موجودة فيها قاعة للمطالعة ومجهزة بالتجهيز الحديث، في عدد يعني لا بأس به من مدارسنا هي بيها، توجد فيها مكتبات وتجهز بكافة الكتب يمكن اللي ما تتصوري إنه موجودة في هذه المدارس. أو يعني أتمنى أن تزورون حتى تشوفون اهتمام الوزارة بالمكتبة المدرسية وعدد الكتب ومنهجياتها وتنوعها واختصاصاتها، هذه موجودة عندنا في هذه المدارس، وجهزت زيارة. كل مدرسة تقريبا أيضا بإذاعة مدرسية. جميل. بها النشيد الوطني، من يريد يعني هذا الفلاش أو الرام تخليه والنشيد الوطني، وبعد النشيد يعني ممكن يقدمون طلبة كل الفعاليات مالتهم هذا تشحن، وأشياء كثيرة ممكن أن تشوفوها في هذه المدارس، الخرائط، يعني الوسائل التعليمية أيضا، هذا تخص تقريبا النشاطات الشؤون الفنية. أكو قسم من يعني الإعلاميين يتابع فقط المدرسة ونسب النجاح، وهذا هو يعني نبحث عن أدق التفاصيل. أتمنى أنه يزور النشاط الرياضي، يزور النشاط المدرسي، يزور الشؤون الفنية، يشوف التجهيز الهائل اللي موجود في المديريات اللي يتبدي من الورقة إلى نقول مثلا شنو اللي موجود بالشسمة اللي هو الحاسب أو الشاشة البلازما اللي موجودة داخل بنات التجهيزات أو السيارات، فهذه ممكن أن يتابعها من خلال هذه النشاطات. وتوفير المستلزمات الأساسية ورعايتها والاهتمام بها هي تخدم وتكون في صالح تنمية القدرات الذهنية للطالب من أجل أن يتفوق، يمكن يقدم الكثير بالمستقبل. إحنا بحاجة لهذه العقول بأن تكون تؤسس بشكل صحيح وأن تمر بمناهج علمية صحيحة من أجل خدمة البلد، كي بالنهاية حتنصب لصالح البلد إن شاء الله. حقيقة أعطيت فرص كثيرة لطلبتنا الأعزاء، اهتمام كثير فيهم، إن شاء الله هذا الاهتمام ينتج نتائج طيبة مفرحة إن شاء الله، تخدم بلدنا، هم اللي يقودون هذه وهم الثروة الحقيقية، هم الثروة الحقيقية لهذا البلد، هو الإنسان. طيب أستاذ، بكلمة أخيرة حاب توجهها لكل أولياء الأمور والطلبة، بماذا تقول لهم بأن هذا العام الدراسي سيكون مختلف عن العام السابق، أو بماذا سيتميز؟ أدعو أني سبق قلت لك قبل قليل، أدعو أولياء أمور الطلبة أنه يهيئون رئيس مجلس الآباء وأن يكون شخص فعال، سواء كان رجل أو امرأة، شخص فعال متابع
يتابع الصغيرة والكبيرة، يعرف كل الملاكات التدريسية اللي موجودة بالمدرسة، وأيضا يعرف الطلبة في هذه المدرسة ويتابع مشاكلهم من البداية. نصل بطالب متميز، مدرس أيضا يعطي كل ما عنده ما يبخل على طلابنا أو طلبتنا الأعزاء في هذا العام الدراسي، ودعانا بالتوفيق، وأيضا وفر جو حقيقة مريح، أمن مريح لهذه المدارس وطلبتنا في هذه المدارس. إن شاء الله بالتوفيق، ومبارك على أولادنا هذا العام الدراسي الجديد وعلى العراقيين جميعا. أيضا مبارك لجهودكم اللي تعملون من خلالها من أجل أن ترتقون بالواقع التعليمي في العراق. في نهاية حوارنا شكر جزيل لحضرتك أستاذ عادل عدنان حسن، مدير تربية الكرخ الثانية. سعيدين بوجودك، وكل عام وأنت بخير ببداية العام الدراسي الجديد. بألف خير، وأولادنا وتلامذتنا كلهم بألف خير. شكرا جزيلا لك. حبتنا المشاهدين، كان حديثنا في الوقت الماضي عن بداية العام الدراسي الجديد والتحضيرات والاستعدادات وقبول الطلبة الجدد، ومرينا بتفاصيل كثيرة كيف بالنهاية هو يكون العمل بجهود ما بين وزارة التربية وما بين أولياء الأمور وحتى الطالب من أجل إنجاح هذا العام الدراسي. نتمنى النجاح والموفقية لكل طلبتنا. جديد، أهلا بكم مع حبتنا المشاهدين. حنكون الآن مع أحد تقاريرنا لهذا اليوم، وتحديدا هو مؤتمر طبي دولي في بغداد، فنتابع تفاصيله. جسور لنقهر السرطان، شعار كان عنوانا للمؤتمر الدولي الثاني في العراق والثاني أيضا من نوعه في الشرق الأوسط، والذي نظمته الجمعية العراقية للأورام السريرية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للأمراض السريرية لتولي اهتماما خاصا بمرضى السرطان من حيث توفير العلاج والاهتمام بالمؤسسات الصحية الخاصة بعلاج هذا المرض. تباعا للمؤتمر الأول، المؤتمر الثاني عقد بالإشراف الجمعية السرطان، اهتمام وزارة الصحة ومجلس النواب بعلاج الأمراض السرطانية اهتمام جيد، ومسؤولية وزارة الصحة هو توفير كل الأدوية اللي يحتاجها مرضى أمراض السرطان. طرحت في هذا المؤتمر آخر البحوث التي تخص تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، وسيقوم الأخوة الحضور بمختلف اختصاصاتهم بتطبيق هذه البحوث على المرضى العراقيين خدمة للصالح العام. هذا المؤتمر يعقد كل عام في أمريكا، وهو الأهم في العالم في مجال السرطان، ونظرا لما يتمتع به الأطباء العراقيين من إمكانيات في هذا المجال، أقيم هذا المؤتمر بمشاركة الأطباء المغتربين العراقيين وبحضور الوكيل الفني للوزارة والمفتش العام للوزارة ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية وعدد من الأطباء ومدراء المستشفيات المختصة بالسرطان. باسم لجنة الصحة والبيئة النيابية وباسمي حقيقة نبارك هذا المؤتمر الثاني الذي يعقد في العاصمة بغداد، ونجد هناك تقدم عن المؤتمر الأول من ناحية المشاركة والاستعدادات، وكذلك إجراءات وزارة الصحة الأخيرة في توفير استكمال متطلبات المراكز التشخيصية والعلاجية في مختلف محافظات العراق، وكذلك توفير الأدوية من خلال التعامل مع شركات عالمية رصينة في توفير الممكن من هذه الأدوية التخصصية. الغرض من عنده هو التواصل ويا الكادر العراقي للتشجيع وللتدريب، وبنفس الوقت للتعريف بشنو الجديد خلال السنة الماضية، لأن هذا هو مو كل المؤتمر، هو اسمه Best of ASCO، فيلخصون شنو اللي طلع جديد بالسنة الماضية. فكل سنة اللي يجيبون أطباء بارزين من أنحاء العالم اللي يلخصون الطلع جديد، وهي فد مثل فد ندوة للحوار بين الأطباء العراقيين وبين الأجانب حتى الكل تتعلم. إحنا نشوف هذا بلدنا إيش دا يصير وإيش نقدر نساعد، وهم يشوفون إيش يحتاجون، ها وبيناتنا يعني ممكن نفيد المريض العراقي. وشمل المؤتمر معارض للأجهزة والأدوية التي تعالج الأمراض السرطانية، وخاصة التي يعاني المرضى من نقصها والسعي لتوفيرها في العراق. على ضوء المؤتمر، أكد ممثل الوزارة بأن وزارة الصحة تبادر بفتح 21 مركزا لعلاج الأورام و6 مراكز للعلاج بالإشعاع، وهي في طور الإنجاز،
موزعة في عموم محافظات العراق لتغطية الحاجة الفعلية لمعالجة جميع المصابين بالأمراض السرطانية. لبرنامج يوم جديد، حسين صباح، قناة الرشيد الفضائية. مشاهدينا مستمرين معكم بتكملة فقراتنا لصباح هذا اليوم، وصلنا لفقرة تاج وكيفية التخلص من تساقط الشعر، راح نتعرف عليها من خلال فرح. صباح الخير عليك. كل عام وانتي بخير. رحبتي مشاهدينا، صباح الخير عليك يا شاي. احب اقول كل عام وانتي بخير يا زهراء بمناسبه عيد ميلادك، ان شاء الله تحقيق كل الامالي. اليوم موضوعنا راح يكون عن تساقط الشعر والعلاج بالميزوثيرابي. اهم الامور اللي ممكن تعاني من عندها السيدات بالوقت الحالي اكثر من قبل، حتى الرجال، تساقط الشعر. قد تكون مشاكل كثيره واسباب كثيره. طرق العلاج بالميزوثيرابي وكل تفاصيله راح نعرفها بعد ما نشوف هذا التقرير. راجع لكم. اليوم موضوعنا راح يكون بخصوص تساقط الشعر. طبعا مشكلة تساقط الشعر مشكلة كبيرة بالنسبة للنساء وللرجال، لكن هي بالأخص للرجال لأنه تسبب الصلع وسبب مكانات فارغة من الشعر، فممكن يسبب لهم الإحراج وحتى الامتناع عن الخروج وحتى حالات نفسية ممكن تؤدي إلى أنه الشخص ممكن يتخلص من باقي الشعر أو يعني يحلقه. فهذه المشاكل حتى نخلص من عندها تدريجيا، طبعا هي أسبابها كثيرة، منها اختلال الهرمونات ومنها تأثير بعض الهرمونات الذكورية، ومنها أيضا بالوراثة، ممكن تكون الوراثة بها يعني صلع بالوراثة ينتقل، وممكن أيضا تكون أمور أخرى يعني تعرض لحرارة أو مشاكل، أو حتى ممكن تكون تعرض لأنواع خاصة من الشامبوات من أصباغ الشعر تأثر سلبا على الشعر، الكيراتين الخاطئ ممكن يسبب تساقط الشعر، أمور كثيرة. حتى نحافظ على الشعر من التساقط 100% لازم نبدي بأمور بسيطة. بالبداية لازم نعرف أنه إحنا نستخدم، إذا حسينا أنه طبعا هو معدل التساقط الطبيعي لكل شعراية لازم إحنا نعرفه، على أي أساس ممكن نعرف الشعراية، شلون نسوي التيست البسيط حتى نقدر نعرف أنه الشعر بتساقط كبير أو لا. ممكن نأخذ خصل بسيطة من الشعر ونحاول نسحبها بطريقة مو قوية جدا، لكن نحاول نسحبها. لو بقى التساقط لفترة أطول يعني الشعر معدل أكثر من 100 شعراية يوميا، راح نشوف انه معناها هذا اكو تساقط كبير بالشعر. طبعا حتى الحالة النفسية تأثر على تساقط الشعر، لكن الحالة النفسية بعد ما ترجع الامور احسن، ممكن الشعر يرجع يحافظ على نفسه من جديد. حتى نحصل على شعر جميل حيوي اكثر لازم ناخذ امور كثيرة. بالبداية لازم نعرف انه احنا الشامبو اللي نستخدمه لازم يكون شامبو خاص بتساقط الشعر. طبعا اكو انواع خاصة من الشامبو ممكن تكون خاصة بالرجال وبعض الانواع تكون خاصة بالنساء، لأنه فروة شعر الرجل تختلف عن فروة شعر الامرأة. الهرمونات لازم نعرفها في البداية لتأثر، يعني النساء إذا بدأ لها تساقط أكثر من اللازم لازم نتأكد من الهرمونات، نفحص ونراجع أطباء حتى نعرف أنه التساقط ليش صار بالضبط. لازم نستخدم طبعا أكو أمبولات تساعد على توقف تساقط الشعر بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال أكو بخاخ يصير خاص للتساقط أو حتى أمبولات، لكن طريقة الاستخدام طريقة استخدام بسيطة جدا حتى نقدر نوقف تساقط. هذا العلاج وحده غير كافي، بالبداية راح نستخدم وياه الميزوثيرابي مجموعة من الجلسات، مادة عبارة عن بروتينات، عبارة عن مواد طبيعية، مواد فيتامينات، بيها مواد معادن، بيها مواد مصنعة، لازم بس تختلف التراكيز حسب استخدامها. فحتى نعرف شلون نستخدم الميزوثيرابي هي تكون على عدد من الجلسات، الحق انه يكون سطحي. ممكن نستخدم الديرمارولر اللي هي اصلا مثل الرولة تكون تمشي على الشعر، وممكن نستخدم الميزوغان اللي هو اصلا يشبه المسدس بحقنات بسيطة للشعر حتى نقدر نخلص من مشكلة التساقط، او نستخدم الابر الناعمة البسيطة اللي هي ابر الانسولين. طبعا هذه تعتمد على انه احنا شلون نعرف نستخدمها لكل شخص، لازم شلون نعرف
نرتبها حسب المناطق اللي بيها التساقط نقدر نحقنها تحت الجلد، ما بيها مشاكل نهائيا، ما تسوي اي اعراض ولا اي مشاكل، بالعكس تساعد على انه الشعر يبدي ينمو من جديد وتقوي الشعر اللي موجود. حتى في حالات بعض الحالات انه مثلا لو الشعر كان يعني صار له فتره طويله انه بدا يتساقط، فنقدر نحافظ على هذا الموضوع او نرجع الشعر تدريجيا، لكن بجلسات طويله قد تطول 6 جلسات الى 8 الى 10 او حتى اكثر حتى توصل ل 15. نحاول بالاسبوع نسوي جلسه واحده، لكن خلال هاي الفتره لازم نعرف انه احنا نستخدم الشامبو الخاص وياه. وبعد ما شفنا هذا التقرير عن تساقط الشعر وعلاجه بالميزوثيرابي، ممكن ناخذ الفكره الاولى عن فكره تساقط الشعر او كيفيه تبدي شعرها تتساقط والاسباب الحقيقيه حتى نقدر نحمي شعرنا من عندها. بعدين راح ناخذ العلاج بالميزوثيرابي شلون ممكن يتم. في البداية راح نعرف أنه معدل نمو الشعر شقد يكون تقريباً بالشهر الواحد من سنتيم إلى سنتيم ونص، يعني بالسنة تقريباً يصير من 12 سنتيم إلى 15 سنتيم. فكرة الشعراية راح تكون تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي المرحلة الأولى اللي راح تكون بها نمو الشعراية اللي راح تستمر من سنتين إلى ثلاثة وإلى أربعة باختلاف الأشخاص وحسب نمو شعرهم، حسب التغذية وحسب العوامل الوراثية. بعدها ممكن تمر بمرحلة الركود اللي هي راح تكون تقريباً من 3 أشهر إلى 4 أشهر أو 5 أشهر، بعدها شعرها راح تتساقط. من تتساقط راح يبدي يظهر شعر جديد مكانها. هذه الفكرة أو تقريباً شعر الرأس تقريباً كميته أكثر من 100 ألف شعراية، فتقريباً تساقط باليوم بمعدل 100 شعراية ما راح يأثر نهائياً على شكل الشعر. لو زاد التساقط عن 100 أو 150 راح نشوف أن الشعر يبدي يبين فراغات ويبدي يصير به مشاكل كثيرة. من ضمن هذه الأسباب أو هذه المشاكل اللي ممكن نعاني من عدها قد يكون أو التساقط تكون أسبابها من عدها الحالة النفسية والتوتر اللي قد يزيد أو يأثر أو يجبر الشعراية أنه ما تمر بمرحلة النمو لكن تمر بمرحلة الركود، فتضطر الشعراية تسقط قبل وقتها. ولهذا بعد ما نمر بأزمة قد تكون أزمة نفسية أو قد تكون يعني خضوعنا لعملية معينة خصوصا للسيدات أكثر من الرجال، راح نشوف أنه بعد فترة يبدي شعرنا يستقط في كميات كبيرة جدا، وهذا السبب لأنه جسمنا جبر الشعر على أنه ما يمر بمرحلة النمو لكن يمر مباشرة بمرحلة الركود، فساقط الشعر قبل موعده وترك فراغات بشعرنا. هذا بالنسبة إلى الحالة النفسية والتوتر، قلة النوم وعدم الراحة هذا يسببها هذا الموضوع. بعض الأحيان ممكن تكون اختلال الهرمونات اللي قد يصاحب بعض السيدات، نشوف أن التساقط عندهم بدأ يظهر بشكل كبير، يعني اختلال الهرمونات أيضا يمنع الشعراية من النمو بشكل صحيح. أما بالنسبة للرجال فهذا موضوع طبيعي أنه عندهم الهرمونات أصلا هي عالية، فنشوف أنه بدأ يساقط الشعر عندهم بكثافة أكثر من السيدات، خصوصا بمنطقة الجبهة راح نشوف أنه دائما عندنا مقدمة الرأس يبدأ يساقط الشعر أكثر من غيره من الأماكن. بعض الأحيان ممكن التعرض للشمس لفترات طويلة وللحرارة وغيرها من المواد الكيميائية اللي ممكن للصبغ وغيرها من المواد ممكن تتلف الشعراية فيبدي يتقصف الشعر ويتقطع ويبدي يتساقط. إلى حلول أيضا مع الميزوثيرابي بهذه الحالة ممكن نكون نعرضه للحرارة لفترات أقل أو للشسوار أو للبير لكميات أقل وحسب نوعية شعرنا. أيضا ممكن تكون استخدامنا للأدوية بشكل خاطئ، قد تكون الأدوية بعض الأحيان المهدئة، قد تكون أيضا الأدوية لمنع الحمل أو الأدوية اللي ممكن تستخدمها بعض السيدات للهرمونات أو غيرها ممكن يسبب تساقط الشعر بكميات أكبر من المعتاد. بالنسبة للسيدة بالذات يكون نقص الحديد ونقص الفيتامينات وسوء التغذية قد يسبب لها التساقط بشكل أكبر من غيرها لأسباب كثيرة. ممكن يكون فقر الدم، ممكن يكون فقر الحديد أو نقص الحديد بالجسم يسبب التساقط، أو بفترة البريود لأنه تفقد كثير من الأمور بجسمها فيبدي الشعر يتساقط بكميات أكبر وحتى منظره يكون غير لائق ويفقد حتى حيويته وصعب يرجع مرة ثانية بهذه الفراغات اللي بدأت تظهر عندهم. أيضا ممكن تكون الرجيم القاسي، سوء التغذية اللي هو الرجيم القاسي، نقص الحديد، نقص الفيتامينات، التغذية، السوائل، قد تركز السيدة على أمور وتنسى أمور ثانية، ممكن يكون النظام غير متوازن نهائيا فنشوف أنه الشعر يبدي يتساقط بكميات أكبر بهذه المرحلة. هذه مشاكل كلها ممكن نعالجها. أمور كثيرة أيضا ممكن تسبب لنا تساقط الشعر غير أنه استخدامنا للمواد الخاطئة، ممكن الشامبوات اللي نستخدمها أو الحمامات الزيتية أو عدم العناية بشكل كامل بشعرنا، ممكن نتركه لفترات بدون ما نغسله بشكل صحيح، أو كثرة استخدامنا للمي بشكل خاطئ، يعني ممكن إحنا نستخدم للشعر إجاف نغسله يوميا وباستمرار أو باليوم مرتين، طبعا هذا يتلف الشعر. بالنسبة للشعر الدهني يختلف الموضوع،
لازم بالبداية نعرف نوعية شعرنا، بعدها نعرف المسبب الأساسي للتساقط. وإن كانت الأمور إذا كان الموضوع وراثي ممكن نتوارثه من الآباء أو الأجداد، خصوصا للرجال يبدي يساقط الشعر، صعب نعالجه بالميزوثيرابي فقط. يعني ممكن يكون لازم العلاج بأنه نحافظ على الشعر الموجود، واحتمالية ظهور الشعر اللي بدأ يساقط قد تكون ضعيفة، لكن نحاول أفضل من أنه نتركه يعيش. يعني حتى وإن زرعنا شعر قد يكون بهذه الحالة مو مضمون 100%. أمور كثيرة وأسباب واسعة جدا ممكن تسبب لنا تلف الشعر، تساقطه، مشاكل كثيرة ممكن تظهر بشعرنا، قد تسبب لنا أيضا الإحراجات وبعضها بعض المشاكل مثل ما احنا نقول قوية صعب نعالجها بصورة سريعة، لكن لو لاحظنا المشكلة من البداية ممكن نعالجها، راح نصل إلى نتيجة سريعة. أيضا بالنسبة للمحجبات قد تكون استخدامنا للشالات بشكل خاطئ، خصوصا بفصل الصيف نستخدم الشالات اللي هي أثخن أو نوعيتها ما تكون قطنية، أو ممكن الشد بشكل قوي أو سحبها للشال دائما باستمرار إلى الخلف، أو استخدامنا مثل ما احنا نقول للقراصات أو الماشات أو الكماشات ممكن تكون اللي تكون قوية أو حديدية. السبب أنه تلف الشعر هو خصوصا من الأمام، نفقد شعرنا بشكل كامل. نشوف بعض المحجبات عندهم هذه المشكلة، أو أغلبيتهم عندهم مشكلة أن الشعر من الأمام يكون ضعيف أو ممكن يبدي يكون أخف من باقي الشعر. إذا نريد نتجاوز هذه الأمور أو نتجاوز هذه الحالة لازم نعرف كل حالة ممكن شلون نعالجها. بالبداية راح ناخذ استخدامنا للميزوثيرابي، أو معنى كلمة الميزوثيرابي ومعنى المواد وإلى شنو نستخدمه وفوائده وطريقة العلاج به. بعدها ممكن نحدد الحالات اللي ممكن نلجأ بها إلى الميزوثيرابي أو استخدامنا لعلاج ثاني. الميزوثيرابي عبارة عن مواد أحماض أمينية، فيتامينات، معادن، كلها تعوض ما فقده الجسم حسب الحالة اللي إحنا نحتاجها. مثل ما نعرف أنه دائما الميزوثيرابي إلى استخدامات واسعة، نسمع بأنه يكون إلى استخدام لتكسير الدهون للتخلص من السيلوليت، أيضا ممكن إلى نضارة البشرة ممكن يرجعنا، ممكن نتخلص من التصبغات والألوان الداكنة بأنه نبيض جسمنا بالميزوثيرابي، ممكن أيضا بالنسبة للشعر وغيرها من الأمور الثانية اللي ممكن نستخدم لها الميزوثيرابي. أيضا للتجاعيد اللي عندنا لمشاكل كثيرة بالبشرة ممكن نعالجها، ونستخدم حتى للحبوب لآثار الحبوب اللي موجودة نتيجة الحب الشباب أو غيرها من الحبوب الثانية ممكن نستخدم الميزوثيرابي. لكن احنا راح ناخذ حاليا بس ميزوثيرابي اللي هو خاص بالشعر، اللي يكون حتى يرجع لنا الشعر بشكل الطبيعي. إذا فقدنا الشعر بالنسبة لتوازن غذائي خاطئ، أو بالنسبة لمشكلة استخدامنا لمواد معينة مثل الشامبو، الحمامات الزيتية أو غيرها من المواد، أيضا قد تكون فترة الحمل بالنسبة للسيدة، فترة الحمل بعض السيدات يكون شعرهم كثيف جدا، لكن بعد الولادة بثلاث أشهر راح يشوف أن شعرها يبدي يساقط، بعدها المفروض يرجع الشعر طبيعي. لو ما رجع الشعر طبيعي لازم تعالج فورا هذه المشكلة، وتحاول تلجأ إلى أي أخصائية تنطيها العلاج الصحيح بالنسبة إلى شعرها، لأنه يعني ممكن تكون سببت نقص فيتامينات كثيرة بجسمها، حديد، كالسيوم، مشاكل ثانية قد تأثر على مو بس الشعر، على كل المشاكل. قد يظهر الكلف بصورة أكبر، قد تظهر مشاكل ثانية بالبشرة بأمور كثيرة، حتى أنه هي صعب، لأنه ممكن السيدة تبدي بعد فترة الولادة مباشرة تبدي برجيم قاسي جدا يسبب لها الضرر، لأنه يفقد الجسم كثير من المعادن، من الأمور المفيدة، من الحديد وغيرها من الأمور اللي ممكن تسبب ضعف بالنسبة للشعر. راح ناخذ الميزوثيرابي. الميزوثيرابي هو حقن راح تكون بفروة الرأس، عملية بسيطة جدا تاخذ من عندنا تقريبا من 15 الى 20 دقيقة. بعض الناس يكونوا متخوفين من فكرة انه الابرة ممكن تنضرب بالراس، ممكن تأذي غيرها، ممكن نخدر تخدير موضعي باستخدامنا البخاخ السبراي فقط على المناطق، نتركها تقريبا نص ساعة بالتخدير مضبوط، بعدها نبدي نحقن بشكل متساوي للاماكن اللي عندنا بها فراغات. تقريبا الجلسة تكون كل 5 ايام او كل اسبوع حسب حاجة المريض وحسب حالته. وأيضا نوع الميزوثيرابي يعتمد على نوعية المريض أو نوعية الحالة اللي عندنا. بعض الأحيان ممكن تكون عندنا الصلع الوراثي، أو ممكن يكون عندنا حالات من تساقط الشعر ببدايتها ممكن نعالجها بالميزوثيرابي، لكن إذا وصلت لمرحلة بدأت المنطقة عندنا تختلف أو الشكل يختلف صعب نعالجها بالميزوثيرابي، نستخدم أمور ثانية احتمالية ظهور الشعر تكون أضعف، لكن نحاول نحافظ على الشعر الباقي. نبدي بحقن الميزوثيرابي بطريقتنا باستخدام أبر اللي هي أبر الخاصة مثل أبر السكر اللي هي خاصة بالأنسولين، ممكن نستخدمها بطريقة بسيطة جدا بحقن بسيط بالرأس، قد تكون مؤلمة لكن العلاج أفضل حل أنه يكون سريع ويكون أمين بطريقة صحيحة.
نحقنها بطريقة تحاول الشعرة ترجع أو تنمو أو تحافظ على الشعر الموجود، ونحاول نرجع الشعر اللي ساقط وترك مكانه فارغ، نحاول نرجعه بشكل أو بآخر. راح نشوف إن الشعرة اللي راح تنمو بشكل بطيء جدا أو تنمو وهي رقيقة وناعمة. هذه الأثناء مع الميزوثيرابي لازم نحاول نستخدم بخاخات حتى تساعد على أنه تحافظ على الشعر، وأيضا أنواع خاصة من الشامبوات حتى لأن تكون شعراية ضعيفة جدا، فنحاول دائما نقويها أو ننطيها الشكل الصحيح. فنستخدم هذه الأمور راح نشوف فرق كبير بالنسبة إلى شعرنا. تقريبا من الجلسة الثانية أو الثالثة يبدي عندنا شعر ناعم، صح قليل لكن يفضل أنه نستمر عندنا من 8 جلسات إلى 10 جلسات يلا تنطينا النتيجة المرضية. قد تكون النتيجة اللي نحصلها بالبداية تقريبا 20% أو 30% أو حتى 50%. هذه النتيجة ممكن نترك فترة ونبدي نستخدم بخاخات أو نستخدم أمور ثانية، بعدها نرجع نسوي كورس ثاني اللي هو خاص بالميزوثيرابي بالشعر حتى نرجع نقوي شعر، لأنه المادة راح تبدي تبقى تشتغل بشعرنا فترة طويلة. قد تطول المادة بعد لما نخلص الكورس لمدة شهر أو غيرها، نشوف أنه عفواً الشعر يرجع أقوى من الأول. لكن النقطة الأساسية أنه إحنا لازم نحافظ على شعرنا مع استخدامنا للميزوثيرابي، باستخدامنا للبخاخات بشكل صحيح، استخدامنا لأنواع مثل المينوكسيديل وغيرها من الأمور اللي راح تنطينا نتائج سريعة، وراح نشوف النتائج جميلة جدا لو التزمنا بالمواعيد، التزمنا بطريقة العلاج الصحيحة والنصائح اللي ممكن تكون مقدمة لنا. بعض الأحيان ممكن يكون عند السيدات نظرية قد تكون صح تكون خطأ بنفس الوقت، تكون أنه يبدي يساقط الشعر نتيجة تلف الشعر نفسه، فممكن نلجأ إلى علاج ثاني غير الميزوثيرابي لو إحنا شفنا إنه الشعر كميته كافية لكن الشعر يبدي يتقصف ويبدي يتكسر ويوقع، معناها يحتاج إلى علاج من الخارج مو من الداخل، فنحاول نلجأ إلى الكيراتين أو الميزوثيرابي الكيراتين أو الكولاجين حتى نحاول نحافظ على مظهر الخارجي لأنه هو أصلا متغذي من الداخل. أما إذا كانت عندنا المشكلة من الداخل والتساقط كبير جدا، ما راح يكون الحل فقط إنه نحله من الخارج، لازم إحنا نلجأ إلى عملية إنه يكون العلاج من الداخل ومن الخارج. يعني ممكن نلجأ إلى الكولاجين أو الكيراتين لكن بعد جلستين أو ثلاثة من الميزوثيرابي حتى نقوي الشعر بالشكل الصحيح، لأنه إحنا يحتاج لنا تقوية الشعر بشكل كامل قبل استخدامه لأي مادة. ايضا حسب الحالات اللي عندنا، قد تكون الحالات قويه او متاخره او مثلا نقول عميقه يراد لها شغل اكثر، يراد لها ماده اقوى، نستخدم لها قبلها اوبر حتى تحفز غيرها من الامور. تعتمد هذه الحاله حسب حاله الشخص وحسب كميه التساقط اللي عنده والحاله اللي ممكن يمر بها. يعني بعض الاحيان ممكن تكون الحاله النفسيه بعد زوال المؤثر عندنا او المشكله اللي كانت موجوده، نشوف بعد 3 اشهر لاربع اشهر يبدي يساقط الشعر. هذا طبيعي لانه الشعرايه من كانت مرحله النمو جبرها الجسم على انه تكون مرحله الرقود تبدي تساقط، نشوف انه الشعر يبدي بعدها بفتره ممكن يرجع الى طبيعته او يبقى على نفس الحاله. لو بقى على نفس الحاله مباشره نلجا الى العلاج بشكل صحيح. باي حاله ممكن نعرف ان شعرنا ده يساقط بكميات اكبر من الكميات المعقوله اللي عندنا؟ إن ممكن نكون إحنا من خوفنا على نفسنا وحبنا بأنه دائما نحافظ على شكل شعرنا أي تساقط قد يسبب لنا مشكلة. بعض الأحيان إذا لاحظنا إنه الشعر يبدي يساقط المعدل 100 شعراية باليوم فهذا تقريبا طبيعي، لكن إذا شفنا الشعر يبدي يتقطع يبدي يتقصف وباهت ويبدي يساقط بكميات أكبر ونشوف عندنا فراغات في أماكن ما كانت موجودة سابقا، نحاول مباشرة نلجأ إلى العلاج، ويفضل استخدامنا للميزوثيرابي لأنه هو آمن ما بمشاكل. مثل ما عندنا مقولة جميلة ممكن نقول إذا ما به هو نهائيا مضار ممكن ما يضرنا لكن هو أكيد راح يفيدنا، وإذا مفادنا فهو مستحيل يضرنا لأن هي مواد طبيعية 100% ما بها مشاكل نهائيا تفيد الشعر بشكل كبير. لكن العلاج يحتاج له شوية صبر وشوية مثل ما احنا نقول ترتيبات وياه بسيطة، كانتظام بنوعيات أخرى من الشامبوات، بنوعيات من المغذيات للشعر، أيضا ممكن نقول البخاخات اللي راح نستخدمها، أمور بسيطة لو انتبهنا لها راح نشوف أن شعرنا يظهر بمظهر لائق وجميل. بالنسبة إلى تعرضنا للشمس لفترات طويلة هذا يسبب لنا مشاكل كبيرة، من عندها ممكن الشعر الدهني يبدي يفرز كميات للدهون أكثر ويبدي يساقط بشكل أكبر من غيره لأنه الجلد راح يكون يحاول دائما يفرز الدهون حتى يحافظ على يعني فروة الرأس، لكن شعرها تكون ذبلت وتبدي تساقط وتقصف، فنحاول دائما نغسلها بشكل بسيط وسريع. التعامل الخشن مع الشعر قد يسبب تساقطه بشكل كبير جدا،
التعامل الخشن اللي اقصد به انه كثره الشسوار اللي ممكن نستخدمه، كثره اللف اللي ممكن نستخدمه للشعر، طريقه تمشيطنا له بشكل خاطئ، قد يكون هو الشعر مبلل، نحاول نمشطه بقوه جدا، راح تتقطع كل الشعر، راح نشوف انه راح يترك فراغات كبيره، وحتى راح لون الشعر وشكله راح يتغير. استخدامنا للاصبغ لفترات متقاربه جدا، ودائما نحاول نحصل اذا احنا لون شعرنا غامق نحاول نحصل لون الفاتح بسرعه، فنحاول مباشره نقصر اللون نرجع نصبغه. اذا ما كانت المواد طبيعيه وما كانت شعرايتنا ممكن تتحمل هذه العمليه، فانصح بانه نبتعد عن هذا الموضوع. وان كان اللون اللي عاجبنا لون فاتح ممكن نحصل عليه بالتدريج، وان كانت المده بعيده حتى نحافظ على شعرنا من اي تقصف او اي مشاكل قد تسببها. ايضا من النصائح المهمه نحاول بين فتره واخرى ناخذ من طول الشعر حتى نحصل على نتائج مرضيه، لان كل ما ناخذ من طول الشعر راح نشوف انه ممكن نتخلص من الاطراف المتقصفه، الاطراف الغير صحيه، فنشوف الشعر يختلف. بعض الاحيان ممكن يكون علاج الميزوثيرابي للشعر اللي وقف عن النمو. بعض الاحيان ممكن تكون مرينا بحاله معينه من الاكتئاب، من الاختلال الهرموني او غيرها من المواد، من الامور يعني او الاسباب، نشوف انه شعرنا يبدي يتوقف عن النمو لفتره معينه. هذه مشكله نعاني من عندها بشكل كبير. نبدي نحاول نستخدم الزيوت بمختلف انواعها، نبدي نحاول نستخدم مواد قد تضر شعرنا وهي ما تفيد شعرنا ممكن حتى وان كانت طبيعيه، لان ممكن تكون هذه الزيوت راح تزيت لنا الشعر بكميات اكبر واحنا شعرنا دهني، او قد تكون راح تجفف لنا الشعر واحنا شعرنا اصلا جاف. إذا لازم ننتبه على نوعية شعرنا ونوعية الزيوت وطريقة استخدامنا بالشكل الصحيح. إذا كانت الزيوت قوية وشعرنا تالف وحاسطين به باهت لكن الشعر دهني، نحاول نستخدم فقط للأطراف، العكس صحيح تماما. طبعا مثل ما هذه الأمور لازم ننتبه إلى هذه النقاط البسيطة اللي إحنا حابين نعرفها. ممكن نلجأ إلى الميزوثيرابي حتى يبدي يطول الشعر تدريجيا، نشوف أن شعرنا راح يبدي يطول تدريجيا وراح ترجع كل الأمور تقريبا طبيعية باستخدامنا للميزوثيرابي. إذا هو طريقة بسيطة جدا، عمليتها سهلة، لكن يفضل استخدامها من قبل شخص مختص عنده تجربة وعنده خبرة حتى ينطينا كل مثل ما احنا نقول الحسنات والسيئات اللي ممكن حصلها. الحسنات اللي عندنا أنه راح يبدي يظهر الشعر من الجلسة الثانية أو الثالثة، سيئات قد يتأخر لبعض الناس وقد ما يتأخر، ممكن يتأخر لأنه لأسباب كثيرة، من عندها الأمور الوراثية أو قد تكون الحالة النفسية، ممكن استخدامنا لمواد كثيرة. بعض الأحيان قبل ما نجي نستخدم الميزوثيرابي أو غيرها نتأكد من كل هرموناتنا أنه ما بها أي مشاكل، لأن إذا كانت عندنا مشكلة واحدة ممكن يضر لنا الشعر وما ينطينا نهائيا نتائج، لأن هو الهرمون أقوى من أنه الميزوثيرابي ممكن يعالجه، فنحاول ناخذ العلاج وبنفس الوقت ممكن نلجأ إلى العلاج الثاني اللي احنا ناخذ العلاج بالنسبة للهرمونات والميزوثيرابي بالنسبة إلى علاج الشعر. ايضا نحاول دائما نلجأ الى الحمامات الزيتيه ونلجأ الى كل ما ممكن يفيد شعرنا، نحاول نستخدم له المواد اللي ترطبه بطريقه صحيحه، ما نحاول نستخدم له الجل او غيرها نقربه من الشعر، بالعكس نتركه بعيد. هذه الامور البسيطه. من ضمن التعامل الخشن اللي ممكن نتعامله مع الشعر ويضر شعرنا بشكل كامل، بعض الاحيان ممكن يكون عندنا استخدامنا للكولاجين او الكيراتين بعد فتره يبدي يساقط الشعر بكميات اكبر من قبل، قد تكون لأسباب اثنين. إذا كان الشعر أصلاً ما بيه تساقط نهائياً واستخدمنا له هذه المواد، ممكن نكون بالعلاج طريقة العلاج وصلنا المادة للجذر وأذت الشعر، أو ممكن يكون عندنا تساقط قبل العملية هذه وبعد العملية استمر التساقط. إذا لازم نعرف النقطة الأساسية أو السبب الأساسي للتساقط، قد يكون عندنا فقر الدم، نقص الحديد، مشاكل ثانية، عوامل نفسية. ايضا استخدامنا للشامبو والحمامات الزيتيه بطريقه خاطئه، ممكن استخدامنا للشسوار بكثره، امور كثيره، طريقه شدنا للشعر ممكن تكون خاطئه، سحبنا له بقوه، نلبس الشال بشكل قوي على الشعر ممكن استخدامنا للماده تختلف، امور كثيره. نحاول بالبدايه نعرف السبب الحقيقي لتساقط الشعر، بعدها نلقى العلاج المناسب ان كان بالميزوثيرابي او غيرها من الامور الكثيره. هواية أمور ممكن نخلص بها من التساقط الشعر، وإن كانت مواد طبيعية وإن كانت مواد تركيب أو كانت بخاخات أو غيرها أيضا تفيدنا. يفضل أنه قبل أن نستخدم أي مادة وإن كان الكل ينصح بها وإن كانت مفيدة جدا للشعر، نتأكد من أنه هي مفيدة لنا إحنا شخصيا بعد ما نفحص شعرنا ونتأكد. يعني قبل ما نستخدم أي مادة نستشير أي أخصائية أو أي شخص يفهم بالمواد اللي إحنا راح نستخدمها. يعني يفضل أنه إحنا لو شفنا إعلان جديد عن نوعية شامبو أو عن نوعية مغذي أو عن نوعية أمور كثيرة من المواد، نتأكد أنه هذه المواد تنفعنا إحنا بالنسبة لشعرنا، وإن كانت لكل أنواع الشعر. إذا كانت البشرة حساسة يختلف، إذا كان الشعر دهني يختلف، إذا كانت أمور
الثانية ممكن أيضا تختلف. نرجع إلى عملية الميزوثيرابي، هي عملية بسيطة جدا، يبدي الحقن قبلها تقريبا، نبدي من ربع ساعة نخدر إلى نص ساعة، ممكن نطول أكثر لو كنا حابين التخدير بكميات أكبر. نحاول نركز على المناطق الفارغة ونبدي نحقنها بشكل كامل، ناخذ تقريبا الكمية الكافية بالنسبة لكل المنطقة بالنسبة للرأس ونبدي نحقنها. بعدها نحاول نمسج الشعر بطريقة بسيطة جدا حتى يمتص كل المادة اللي خليناها على الفروة. نحاول ما نغسل لمدة كذا ساعة، قد تكون ساعة أو ساعتين، أو ممكن إذا شعرنا نظيف نترك لثاني يوم. يفضل أنه ما نحقن إذا ما كان الشعر نظيف، لأنه قد يسبب لنا مشاكل كثيرة وقد يبدي ساقط الشعر. بعدها أيضا نلجأ إلى حالة ثانية، أو نلجأ إلى طريقة أن نستخدم شامبوات الخاصة اللي وصفونا إياها الأطباء، أو حتى بمراكز التجميل بعد الحقن الشامبوات الخاصة البخاخات، طريقة استخدامنا تكون مضبوطة. إذا كان البخاخ كم مرة صباحا وكم مرة بالليل، الفرق بين الصبح والليل، بعض الأحيان ممكن تكون بعض أنواع البخاخات بها حماية لفترة الصبح والآخر يكون بها مواد مغذية أكثر بالنسبة للليل، نحاول ما نخربط بين هذا الموضوع. بعد فترة نبدي نراجع بشكل كامل، نحاول جلسات راح تكون عندنا من 8 جلسات إلى 10 جلسات، نشوف الموضوع تدريجياً يبدي يظهر عندنا الشعر. حتى في بعض الأحيان ممكن تفيد حالات أمراض من الجلد قد يسببها داء ثعلب وغيرها من الأمور، بعض الأحيان ممكن تكون ذو فائدة لو استخدمنا الميزوثيرابي، لكن هو مو 100% مضمون، لأنه مثل ما احنا نعرف هذه المشاكل إذا تأثرت بعوامل ثانية، عوامل إذا كانت وراثية أو غيرها من الأمراض، إذا ما تعالج بالأساس السبب الرئيسي ما راح يفيدنا أي علاج ثاني. بعدها ممكن نلجأ إلى أو نكرر هذه العملية بعد ما نترك بعد 10 جلسات، راح نشوف أن الشعر تقريبا بدأ يملي الأماكن، لكن هو يكون شعر ناعم جدا ورقيق، وحتى تكون الشعراية سهلة أنه ممكن تتساقط، ممكن توقع، ممكن تنشلع بسهولة. فنحاول نركز على أنه نهتم بالشعر بكميات أكبر، نحاول دائما نحط لها المواد أو نستمر عليها لفترة المراجعة لفترة ثانية، ما نقطع نهائيا بعد ما نشوف الشعر. بعض الأحيان ممكن من رابع جلسة أو خامس جلسة نشوف الفرق بالنسبة لشعرنا، فنترك العلاج نهائي على أساس أنه إحنا حصلنا نمو الشعر وراح يكمل ويانا. هذا أكبر خطأ، لأنه إحنا العلاج إذا ما يكمل كورس كامل ما راح نشوف النتيجة تستمر ويانا لفترات طويلة، قد تكون فترات أقل وسبب لنا مشاكل كثيرة. هذه النقاط بالنسبة إلى يعني ما أهم ما يخص بالنسبة إلى الشعر أو استخدام الميزوثيرابي. بعض الأحيان الناس عندهم أفكار، قد تكون هذه الأفكار خاطئة، أنه ممكن تستخدم مثل ما إحنا نقول يعني الشامبوات أو غيرها من المواد لفترات أقل، أن تترك الدهن بالشعر لفترة طويلة حتى يتغذى الشعر، لكن هذه أكبر خطأ، لأن قد تكون المسامات مغلقة وممكن تسبب لنا مشاكل كثيرة. غلاق المسامات، تراكم الدهون اللي موجودة على الشعر، ممكن أيضا الأوساخ اللي تكون قد تؤدي على البصيلة نفسها، وممكن تسبب لنا التساقط بشكل أسرع والتهابات كثيرة بالجلد وحساسية، وبعض الأحيان ممكن تكون عندنا فيروسات تنتقل سبب لنا مشاكل كبيرة، ممكن يصير عندنا تساقط في مكان معين لكن أماكن الباقية لا. فحتى نخلص من هذا الموضوع نحاول دائما ننظف شعرنا، نعتني بالنظافة بشكل كامل، نحاول نركز على أنه كل الأمور الأدوات اللي عندنا نستخدمها نظيفة، المواد اللي نستخدمها كافية، ما نحاول نركز على المشاكل الأساسية بالنسبة للموضوع بقدر ما نحاول نركز على النظافة والترتيب. يعني نحاول ممكن أيضا نسوي مساج لفترة معينة خصوصا بالليل لفروة الرأس حتى نحفز الشعر أو نوصل له تغذية بشكل صحيح، نركز على التغذية على المواد اللي ممكن تفيدنا مثل فيتامين A، فيتامين C، من الخضروات، من الفواكه، أيضا نركز على كمية الحديد اللي موجودة بالجسم، لأنه ممكن يساقط الشعر بكميات أكبر بسبب نقص الحديد. فهذه المشاكل لو ركزنا عليها أو هذه الأمور لو ركزنا عليها راح نشوف أنه الشعر راح يوقف عنه تساقط، اللمعة راح ترجع له بشكل كامل، كل حيويته والرونق راح يرجع بشكل كامل. هذه المواضيع اللي تخص تساقط الشعر أو الأسباب الحقيقية بالنسبة لتساقط الشعر. الحفاظ على الشعر يبقى مهمتنا الأساسية، إذا إحنا حابين نحافظ على شعرنا من أي مشكلة لازم نركز على هذه النقاط البسيطة، مو بس شعرنا حتى بالنسبة لبشرتنا وإذا بالنسبة للصحة بصورة عامة. وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الموضوع، نلتقيكم مواعيد أخرى، مع السلامة.
مشاهدينا الكرام نشاهد تقرير ومن بعدها مستمرين معكم بتكملة فقراتنا لصباح هذا اليوم. تقريرنا هو عن معرض فني في ألمانيا، خلونا نتعرف على تفاصيل هذا المعرض من خلال هذا التقرير. أقيم في مدينة هامبورغ الألمانية معرضا فنيا قدمت فيه مجموعة من الأعمال الفنية لأربعة فنانين صغار تم ترشيحهم من أجل فوز أحدهم بجائزة المعرض الوطني للشباب، والتي تعتبر أكبر جائزة فنية تمنح في ألمانيا. وقبل أن يتم إعلان الفائز من بين الفنانين الشباب الأربعة، عرضت أعمالهم في متحف بانهوف في مدينة هامبورغ، وتنوعت أعمالهم ما بين اللوحات الزيتية والصور الشخصية وكذلك استخدام الأزياء المكسيكية، إضافة إلى بعض مقاطع الفيديو. والجائزة التي ستمنح للفائز هي معرض منفرد في أحد أهم صالات برلين الفنية، وهي فرصة نادرة حيث لا يحصل على مثل هذه الفرصة سوى فنانين معروفين على مستوى ألمانيا مثل ريتشارد ريختر ومارتن كامبرغ. وقد تحدث القائم على المعرض خواكين جاجر قائلا بأن المعرض هذا العام يختلف عن المعارض التي أقيمت في السنين الماضية، وذلك لأن الفنانين الأربعة يركزون على موضوع واحد وهو الفضاء. وعلى عكس السنوات الماضية حيث كانت جائزة مبلغا من المال يحصل عليه الفائز، قررت اللجنة المنظمة لهذه المسابقة أن يقام معرض خاص للفائز في إحدى قاعات المعرض الوطني الألماني في العاصمة برلين. مشاهدينا بعد ما شاهدنا هذا المعرض الجميل في ألمانيا راح ننتقل إلى أستراليا، راح ننتقل إلى سويسرا وتحويل منزل الفنان الكوميدي العالمي شارلي شابلن إلى متحف لنتابع. أسطورة السينما العالمية شارلي شابلن كان قد أمضى آخر 25 سنة من حياته في عزبة في مدينة فيفي السويسرية القريبة من مدينة جنيف. وبعد مرور 100 عام على توقيعه لأول فيلم له، قررت السلطات أن تحول بيته الريفي هذا إلى متحف يوثق تاريخ أسطورة التمثيل الكوميدي في القرن العشرين شارلي شابلن. Tu fais juste avancer et puis tu...
بالقرب من بحيرة ليمان التي تقع في الجزء الذي يتحدث الفرنسية من سويسرا يقع منزل شارلي شابلن، وهذه المنطقة الجميلة تجذب سنويا الملايين من السياح. وربما لا يعلم معظمهم أن شارلي شابلن قد أمضى آخر سنين حياته في هذا المكان. ولد شارلي شابلن في أحد ضواحي لندن عام 1889 لأب مدمن على الخمر وأم ممثلة تعاني من مشاكل عقلية. بدأ شابلن حياته الفنية كعازف، لكنه قرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح هنالك أسطورة السينما الصامتة. وفي خمسينيات القرن الماضي وفي خضم الحرب الباردة، بدأت الولايات المتحدة بملاحقة كل الأشخاص الذين يشتبه بدعمهم وولائهم للشيوعية. وفي تلك الفترة اشتهر شابلن بمعتقداته الاشتراكية، لذلك تم سحب تأشيرة دخوله للولايات المتحدة في عام 1952، لينتقل بعد ذلك إلى سويسرا لينهي حياته هناك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرة زودياك، عالم الكواكب والأبراج، وحظك اليوم راح نتعرف عليها من خلال جنان. صباح الخير عليك. صباح الخير حبيبتي شهد، وصباح الخير كل المشاهدين أعزاء، أهلا وسهلا بكم في فقرة زودياك لهذا اليوم. طبعا أكيد وجود القمر بعد ما يتحرك أكيد يغير بالخارطة الفلكية. الخارطة الفلكية لهذا اليوم تقول الشمس موجودة في برج العذراء الترابي ما زالت، وتبدأ بسنة إيجابية وفترة وسنة فلكية جديدة لكل مواليد برج العذراء. اللي عيد ميلاده هذا اليوم نقول له كل عام وأنت بخير، نتمنى لك سنة فلكية جيدة، أرقامك جميلة، وإن شاء الله توحي بمستقبل جيد. كوكب عطارد موجود بدرجات الأخيرة جدا في برج أيضا العذراء. الزهرة متواجدة أيضا بدرجاتها الأخيرة في برج الميزان، ونحن مستعدين بأنه تتغير الخارطة الفلكية إن شاء الله، لأنه كوكب عدا القمر كوكب عطارد والزهرة هم في خلال هذه الفترة راح يغيرون الخارطة الفلكية. المريخ موجود في برج الأسد الناري، كوكب المشتري في برج السرطان المائي، كوكب زحل موجود في برج العقرب المائي، كوكب أورانوس في برج الحمل في حال التراجع، كوكب نبتون بحال التراجع وهو في درجات الأخيرة بحال التراجع، لأنه إن شاء الله يوم 20 في هذا الشهر إن شاء الله يتقدم. مولود برج الحوت راح يشعر بوضعية أفضل. كذلك كوكب بلوتو متواجد في برج الجدي الترابي وهو في حال التراجع. نأتي الآن إلى وجود القمر. وجود القمر
يحتاج لشرح هذه الفترة وجود القمر. وجود القمر في برج الميزان. القمر دخل فترة خلو مسار ومن يوم 6 بالشهر، فبما أنه اليوم 7 من شهر أيلول سبتمبر، إذن وجود القمر في برج الميزان في حال الاستقرار، في حال الاستقرار يعني راح يبدي أيضا يتحرك حتى إن شاء الله يعني يحاول أنه يدخل إلى برج العقرب، لكن يوم 9 بالشهر راح يدخل إلى برج العقرب الساعة 1:45 بتوقيت غرينتش. يعني إحنا هاليوم 7 فيوم 9 ما معناه أنه ما زال القمر مستقرا في برج الميزان. من خلال استقراء الخارطة الفلكية ومعرفة المواقع الكواكب والزوايا التربيعية اللي يشكلها القمر الجديد، لأنه كان يوم 5 بالشهر جديد، إذن يعني بعده في بداية يعني شلون نقول في بداية المجال الإيجابي، يعني صار له تقريبا يومين، عمر يومين، لكن هو بتأثيره يأثر خصوصا من هذه الفترة لغاية أن يكتمل القمر وينتهي الاكتمال، ما له تأثيره يكون كلش قوي. وجوده في برج الميزان هل يؤثر على الخارطة الفلكية؟ الخارطة الفلكية راح تتأثر أكيد، لأنه في الوقت نفسه هو متواجه مع كوكب أورانوس الموجود في برج الحمل، ودا يشكل زاوية 90 درجة مع كوكب بلوتو، ودا يشكل كذلك زاوية 90 درجة مع من؟ مع المشتري الموجود في برج السرطان. إذن هذه الفترة تعتبر نوعا ما مشحونة، على الرغم من أنه الكواكب الثلاثة أورانوس ونبتون وبلوتو مو في حال التراجع، يعني عملية تشكيل الزاوية تعتبر بسيطة، لكن القمر حركته سريعة بالدوران، فإذا راح في لحظة من اللحظات راح يشكلها. هذا راح يسبب مع وجود الزهرة، راح يسبب زاوية الزهرة والقمر زاوية مواجهة، وزاوية تربيع من هذه الصفحة وزاوية تربيع من هذه الجهة. إذن الجو، الغلاف الجوي الخارجي مكهرب، حرب بين الكواكب، تنافر بين الكواكب، الموجات الأشعة، الموجات الراديوية، الأشعة الكهرومغناطيسية، الذبذبات الموجبة والسالبة، يعني راح تخلي شلون نقول انه الفترة هذه راح تعتبر غلاف الجوي للأرض مشحون مشحون مشحون. فالفترة هذه راح تعتبر يعني فعلا بالنسبة للأبراج التي يشكل معها التربيع أقل حظا. من زاوية أخرى المريخ مشكل زاوية ليست إيجابية مع العقرب اللي موجود وياها زحل. إذن كواكب متحاربة كل واحد من صفحة، يعني هالصفحة تبث وهالصفحة تبث أشعة متنافرة متنافرة، يعني الجو مكهرب بأشعة أو ذبذبات ليست طبيعية. إذن تعتبر بالنسبة لكل الأبراج وتعتبر بالنسبة للأبراج أكثر كل شيء الأساسية والمنقلبة شوية نوعا ما صعبة، لكن بالنسبة للأبراج الأخرى يعني حتى وجود الشمس بالنسبة للأبراج الأخرى هم دا تشكل فد إزعاجات، فرح نلاحظ أنه أكو فد شحنات ليست مناسبة دا تضغط على جو الأرض نتيجة لتنافر الكواكب. يعني الكواكب كلها متنافرة، ماكو كوكب متناغم غير بس وجود الزهرة مع القمر متراصفين، وكذلك في الحال نفسه الشمس مع عطارد، لكن يعني عطارد بلش يغادر برج العذراء، فعلى هالأساس رح يكون عندنا حرب مع الكواكب.
هذا على من راح تلقى تبعاته أعزائي المشاهدين، راح تلقى تبعاته على الأرض وغلاف الأرض، لأنها تعتبر واحدة من العائلة المكونة لهذه المجموعة. فبالتالي الجو مشحون 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 يا ولدي، مو يقول عبد الحليم حافظ طريقك مسدود يا ولدي، فالجو مشحون مشحون جدا. على هالأساس تعتبر الأبراج جميعا بوجهة نظري، لا أقول القمر موجود رح يساعد ولا كذا موجود رح يساعد ولا، يعني تعتبر الأبراج جميعا نوعا ما متأثرة. الآن متأثرة نحو يعني المصداقية العلمية تحتم علينا أنه نتكلم بالموضوع اللي مفروض أني نتكلم به، أنه التأثيرات ليست إيجابية، يعني السلبية مالتها أكثر من الإيجابية. إذن كل واحد على صعيد معين ممكن أنه يتأثر، كيف ممكن أنه يكون هذا التأثير؟ هو طبعا أكيد مع مغادرة القمر لبرج الميزان شوية راح يخف الضغط، لكن راح يشكل ضغط آخر على مجموعة تربيع المريخ والعقرب، يعني راح يبقى الجو مكهرب إلى أن تقريبا نقول القمر يروح إلى برج القوس، يعني شوية يخفف من الكهرباء الكثيرة. هذا شو وقت راح يكون؟ يوم 11 من هذا الشهر، 11 أيلول. فهذه الفترة يعني تكون صعبة جدا، خصوصا بالنسبة للأبراج الأقل حظا. نأتي الآن إلى مولود برج الحمل لنرى ما هي التأثيرات اللي ممكن أنه تتأثر بها يا مولود برج الحمل من هذا الموضوع. أولا أنت جهازك العصبي راح يتأثر من هذا الموضوع، جهازك العصبي راح يكون متأثر من هذا الموضوع، راح يأثر على الكهربائية الموجودة في شلون نقول في الدماغ. فإيش راح تكون؟ راح تشعر بعصبية شديدة وكذلك بتوتر، تشعر بعدم الرغبة يعني شلون نقول بمواصلة الأمور، ده تشعر بملل كبير. مقدار الطاقة راح ينزل إلى تقريبا 60%. حاول إذا أكو فد أحد مثلا في مجال الرياضة أو عنده شغل في مجال الموضوع لا يضغط على نفسه، لأنه راح تكون التأثيرات فعلا سلبية على صحته، لأنه جهاز العصبي مضروب ونسبة الطاقة بالنسبة له شوية دا تنخفض شيئا ما. فنحاول في هذه الفترة أنه نكون أكثر صبرا في التعامل مع الآخرين، سواء في العمل سواء في البيت سواء في مع الآخرين. أثناء قيادة السيارة رجاء أن تكونون أكثر حذر أثناء قيادة السيارة، يعني هذا اللي نتمنى. هذا الشيء بالنسبة إلى مولود برج الثور. مولود برج الثور بالنسبة إليك يعتبر برج يعني الميزان، يعني بيت الصحة والعمل وهالمسائل هذه، يعني لنقل أنه شوية تكون أكثر صبرا في التعامل مع زملاء العمل. صحتك خصوصا العشرية الثانية اللي هي القمر، وهنا كوكب الزهرة أيضا راح يأثر، فراح تبدي شوية صحتك تشعرون بشيء من التراجع الصحي، هذا فشيء طبيعي. المناطق اللي ممكن أنه تستشعرون بها هي منطقة العظام، الساقين، الرأس، العينين، الأذن، إضافة إلى هذا الحنجرة. هل مسائل هذه ممكن أنه في هذه الفترة تستشعرون بها نتيجة لتأثير وجود القمر مع الزهرة في هذا المكان اللي هو بيت الصحة بالنسبة لكم؟ فالرجاء المحافظة على الصحة، لا تكثرون من شرب الأدوية والعلاجات، حاولوا قدر الإمكان أنه أخذ علاج منتظم
إذا شعرت بتراجع صحي أخذ شلون نقول مشروبات شيئا ما دافئة كلم ينسون البيبون الشاي شلون نقول اللي إحنا نسميه شاي الكركديه الكجارات هذا راح يساعد إحنا يعني بلهجتنا العربية نسميه أو العراقية نسميه الكجارات شاي كجارات هذا راح يساعدك كثيرا عدا اللي يعاني من عندكم من ارتفاع ضغط الدم شاي الكجارات ما يتقرب يمه نهائيا إنما تحاولون قدر الإمكان تأخذون سوائل دافية هذه إيش راح تسوي هذه السوائل راح تدخل الجسم لكن إيش راح تسوي إلها تأثير كيميائي راح تعادل الكيمياء الموجودة في جسمك راح تريحك نوعا ما وتريح جهازك العصبي وكذلك التنفسي ومن ثم الهضمي الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يحافظ على جملة الأجهزة اللي موجودة عنده اللي إحنا نعرفها العظمي والعصبي والتنفسي والهضمي والهرمونات فهذه كلها من نحاول أنه نضبط أكبر كمية من عدها نساعد على أنه الجسم يرتاح بالنسبة إلى مولود برج الجوزاء مولود برج الجوزاء القمر موجود في برج الميزان شيء حلو شيء كلش حلو يعني بس اكو فرد اشكالات معينة راح تحدث ويا شريك العاطفة قد انت دا تنتظر فد خبر شوية يتأخر فد يومين ثلاثة يعني راح تكون انت دا تنتظر فد شيء معين بس راح يصادف شيء من العرقلة مو ما راح يعني مثلا يوصلك بس راح تتعرقل الامور فد فترة معينة على بال ما توصلك مسائل مهنية شوية في محك الموضوع هاليومين انتبه الى موضوع الصحة مولود برج السرطان مولود برج السرطان بالنسبة لوجود برج القمر في برج الميزان يقول لك سوف تسعى إلى تدعيم وضعك المهني وكذلك شلون نقول السمعة حاول قدر الإمكان أنه تكون أكثر صبراً في التعامل مع زملائك في العمل ورؤسائك في العمل وإذا كنت أنت صاحب القرار فحاول أنه شوية ما تكون صارم مولود برج السرطان إلى فد خصوصية معينة وفد يعني شلون نقول فد علاقة قوية مع القمر فحينما يكون القمر في زوايا ليست مناسبة وخصوصا العشرية الثالثة من عندكم يعني حاولوا قدر الإمكان أنه تريحون نفسكم أثناء القيادة في الطرقات استخدام الأدوات الحادة والقاطعة واحتمال راح تجيكم مصاريف طارئة أنتم ما متوقعيها حاولوا قدر الإمكان أنه في هاليومين ثلاثة تضبطون الميزانية يعني أشياء أنا مالي ما لها أهمية أنه في هذا الوقت أصرف عليها خليها لأنه قد تفاجئني ظروف تجعلني أحتاج هذا المال لسد نفقات أخرى إذن أولوياتك هي أولا الصحة ثانيا العمل ثالثا ضبط النفقات في هذه الفترة رابعا الحذر فالحذر فالحذر أثناء قيادة السيارة في الطريق مولود برج الأسد بالنسبة إلى مولود برج الأسد يعتبر البيت الثالث بالنسبة إليك يعني بيت التواصل وبيت الجاذبية للجنس الآخر وبيت حل الإشكالات وأمور أخرى لكن نتيجة لهذه الشحنات اللي أنا دا أشوف أنه الغلاف الجوي دا يدفع ثمنها وكل من في الأرض دا يدفع ثمنها حتى النبات الحيوان بقية الكائنات يعني نقول لك شوية تكون أكثر صبر في التعامل مع أشقائك وشقيقاتك مع المحيطين قد تصطدم بأحدهم هذا واحد ثانيا أكو أحماض في الجسم
شوية نسبتها راح ترتفع في هذه الفترة. حاول قدر الإمكان أنه ما تتناول أشياء حامضة وكذلك سكريات. أضبط نحاول أنه نضبط الكيمياء الموجودة بجسمنا من خلال أخذ المشروبات الدافئة، شاي الحليب، ولو هو يعني علميا يقولون الشاي مع الحليب ليس ذي نفع يعني، إنما شاي واحدة لا تأخذون، قهوة كثير لا تتناولون، اكتفي بكوب صباحا أو مساء، أكثر من هذا لا تشرب. حاول قدر الإمكان أنه تتناول الأشربة أو شلون نقول الأعشاب المهدئة اللي تساعدك على تخفيف الصداع اللي تتمر أو راح تمر به في هذه الفترة. مولود برج العذراء، مولود برج العذراء يمكن يكون مستفيد أكثر الكل من هذا التواجد على الرغم من تضادد الكواكب. يعني هناك فد أمور راح تستدعي من عندك الاهتمام، تفكيرك بشكلك، تفكيرك بتغيير اللوك، هناك فد خبر ممكن أنه تسمعك ندة تنتظره، فت فرحة معينة راح تجيك إن شاء الله. راح تكون الفترة بالنسبة لك نوعا ما أكثر إيجابية من بقية الأبراج. إضافة إلى هذا تفكيرك دا يكون سريع، فحاذر من اتخاذ قرارات عجولة، لا ترتجل شلون نقول أشياء، إذا كنت محرج في شيء أو تتكلم عن شيء حاول أنه لا ترتجل المواقف وكذلك الأحداث. أهم شيء أنه تحافظ على هاليومين ثلاثة إن شاء الله راح تكون بالنسبة لك هي أهدأ من بقية الأبراج. مولود برج الميزان، عزيزي القمر موجود في برجك لكن هذا يقول لك نسبة الاستفادة منه 20% فقط، فحاول أنه تستفيد منها 20%. أنت عصبي متوتر، قسم من عندكم راح يشعر بتراجع نفسي كبير، ضايج، صاير عصبي متردد، راح يصير عملية عمل في المخ راح يمنعك من أنه يعني تستلقي لفترة كثيرة. حاول قدر الإمكان شرب السوائل الدافئة، إضافة إلى هذا التقليل من الأكل الدسم، إضافة إلى هذا أخذ شلون نقول كوب من الشوكولا الداكنة، يعني هيك ناخذها لأجل أنه ترفع الطاقة وتهدئ النفسية. كن أكثر صبراً في التعامل مع الآلات الحادة والقاطعة، إضافة إلى هذا السير في الطرقات. العقرب، العقرب يقول لك حالياً لا تتخذ أي قرار، إذا شعرت بتراجع صحي أو نفسي فهذا شيء طبيعي. كوكبين موجودين في البيت النهاية اللي يسبقك، فيقول لك لا تستعجل في أي قرار تتخذه. إذا واجهتك ظروف أو إذا كنت أنت صاحب القرار، أجل ذلك ولا تخلي الانفعالات هي اللي تأثر عليك. حاول قدر المستطاع أنه تحافظ على هدوءك، وكذلك أنه ما تتخذ أي قرارات، تمشي بالعمل الروتيني. إذا كنت مجدول أعمالك على أنه يعني لك فد رغبة أؤدي المهمة الفلانية في الوقت الفلاني كذا كذا كذا، هذا الجدول إذا أكو بي شيء جديد تركه إلى أن يدخل القمر إلى برجك، فيكون لك كلام آخر، لأن راح تواجه عرقلة وقد تواجه لا سمح الله مخططاتك الفشل. لا تستعجل. مولود برج القوس، مولود برج القوس الفترة بالنسبة لك تبدو لي أيضا بها شيء من الإيجابية، قد يعني شلون نقول بها تغيير للأجواء، قد يساعدك الحظ في التعرف على ناس أو وجوه جديدة تساعدك كثيرا في حل إشكالات أو حتى في شلون نقول يعني قضاء وقت ممتع معهم. احتمال ورود خبر مفرح أو مبلغ من المال، الفترة إيجابية تستطيع أنه تستفيد من عدها قبل أن يدخل القمر إلى برج العقرب.
مولود برج الجدي. مولود برج الجدي عزيزي، مولود برج الجدي عليك الحذر في هذه الفترة. احتمال اصطدام مع شريك العمل، مع شريك العاطفة، احتمال خصم قوي يظهر لك في هذه الفترة. حاول قدر الإمكان أنه تكون متيقظ جدا وما تنفعل مع شلون نقول أعصابك. الإنسان حينما يأتي يكبر فهو قادر على الاستيعاب، والنصيحة علم الأبراج تقول يا مولود برج الجدي، العشرية، المريخ أو المشتري أو عشرية المريخ أو المشتري راح تكون نوعا ما متأثرة من هذا الموضوع. شريك العمل، شريك العاطفة، أحد حتى من عرفه يطلع لنا من 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 مكان آخر يسبب لنا مشكلة. أثناء قيادة الطريق حاول إنه تكون أكثر صبرا. قد تعاني من مشاكل الحساسية وألم العظام يعني أو الأسنان، قسم من عندكم راح يشعرون بهالعوارض، هذا شيء طبيعي. حاول قدر الإمكان الاستفادة من اليوم بأنه أرتاح به، ما أخلي الآخرين يستفزوني، أعرف أنه هذين اليومين ألغيها من حساباتي، أكون أكثر يقظ. الاستفزاز كأنما يأتي بشيء يرده، مثل لعبة السكواتش، من تجي الكرة تضرب الحائط فتعود، فأنت كنت هذا الحائط اللي ما يخليها تتغلغل إلى داخلك هل شلون نقول هالاستفزازات، إنما خليها ترجع على صاحبها. حافظ على الصحة، أكثر من شرب السوائل، وكذلك انطي لنفسك مهلة في التفكير، ويأتي تدبير الرب بعد ذلك في حل الإشكال. مولود برج الدلو نقول لك الفترة يعني ليست بالجيدة، حاول قدر الإمكان أنه أيضا أنت تحافظ على موضوع الصحة، وحاول أنه لا تشغل فكرك، تراجع نفسي أكو كذلك، قلة في الطاقة، حاول قدر الإمكان أنه تستفيد من هذا الوقت في أنه تقوي طاقتك، لأنه راح ينتقل القمر إلى برج العقرب، ما راح يكون بصالحك. مولود برج الحوت، وقبل أن أصل إلى الحوت عندي آلاء، تفضلي آلاء. صباح الخير. يا صباح الورد والعافية، أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. بس أنا من أيام خبرتي تبكيني برج الحوت وصاحت السرطان. ثور إيه؟ وسرطان. صاحت السرطان. نعم. بكت أنا مش اللي أرقام الحظ أريد أعرف. إذا يعني أنت دا تسألين، قلتي أنت برج الثور وطالع السرطان. زين حبيبتي، اذا نعم الله عليك يا عمري، اذا انت تتكرمين علي حبيبتي وتنطيني تاريخ الميلاد، لانه ارقام الحظ ملزمه بتاريخ الميلاد كاملا. نعم نعم حبيبتي. ايش قد؟ 88 حبيبتي. اليوم الشهر السنه اليوم 2/5/1988. أوكي أوكي حبيبتي، أرقام الحظ والارتباط. حاضر يا عمري، تدللي. وبنك كم عن معاملة ولو تعيز زحمة؟ معاملة عندك؟ إيه والله كل مرة هم قالوا. ماشي ماشي، حاضر حبيبتي، حاضر، شاكرة إليك والاتصالك ومشاركتك وياي. وصلت إلى برج الحوت. برج الحوت، وجود القمر في برج الميزان يعني مو ذاك التأثير شلون نقول الحاد. الموضوع بالنسبة لك مالي، يمكن أنه أنت تفكر بأمور مالية، ممكن أنه قد تواجه القسم من عندكم دعاوي قضائية، أو موجودة بعدكم دعاوي قضائية تخص تركات، تخص يعني
أمور تخص المال، بالنسبة إلى رجال الأعمال اللي يتعاملون بالبورصة غيرها ما إلى ذلك. فالفترة هذه بالنسبة لكم مالية دا تسعون إلى تدعيم وضعكم المالي. فاللي دا يريد ياخذ قرض يسدد دين أو يحل مشكلة قضائية أو يبدأ بموضوع قضائي يكون يعني يخص تركة أو شيء من هالقبيل، هذين اليومين يكونون موفقين في هذا الموضوع. أمنياتي للجميع بالخير وإن شاء الله التأثيرات الإيجابية. أرجع للإجابة على الأخت آلاء، رادت من عندي أرقام الحظ وتتكلم بالنسبة إلى الارتباط. أوكي، 7 7 8 15 9 9 1 10 15 14 8. رقمك التكويني اللي يخص اليوم والشهر والسنة هو 8 حبيبتي، 8 رقم 8. إذا الرقم الأول هو 8، الرقم الثاني 2، الرقم الثالث 7. الرقم الأول 8، الرقم الثاني 2، الرقم الثالث 7. كأرقام بالنسبة لك أنت إنسانة عاطفية، يتحرك معك تستقطبين بأخذ قسم من الطباع من مولود من برج كوكب زحل ومن كوكب القمر وكذلك من المريخ. فأنت خليط جميل جداً، تعلو الانفعالية عليك وقد تكون قراراتك انفعالية. أنت إنسانة رومانسية حساسة جدا، تحبين عندك تعلق بأحد أفراد الأسرة، الوالد الوالدة شيئا من هالقبيل. إضافة إلى هذا إنسانة حساسة إلى أبعد الحدود، أبسط كلمة تمسج. توتر عصبي عندك في بعض الأحيان، أنت إنسانة تشعرين بالمسؤولية وتضحين لأجل الآخرين لكن بلا جدوى. أتعب وأسوي لكن المقابل قد يعني ما يتفهم مقدار التضحية والرومانسية اللي رافعة من روحيتك، لكن المقابل ده يكون أقل فما ده يقدر يتفهم ما تحملين أنت هذه المشكلة اللي عندك. لكن هذا ما يعني أنه هي مشكلة، لكن هي فد أشياء جميلة جدا بك. نتمنى أنه الرب في هذه الفترة يبعث لك ابن الحلال اللي يقدر هذه المسألة ويخليها في أولويات مميزاتك. بالنسبة إلى موضوع معاملة حبيبتي، ماكو إشكال بتقديم معاملة هسه الوقت الحاضر، يقول لك الفترة جيدة لتقديم معاملة أو كذلك الوقت جيد كذلك للارتباط. وجود الشمس في برج العذراء يعني فتشي حلو بالنسبة لكم، يعتبر بيت الأفراح التسلية الأولاد، فممكن أكو فت خبر حلو تسمعين، ممكن شخص راح يجي يتقدم في هذه الفترة، فترة مناسبة جدا إلى أنه تقدمين شلون نقول على فد معاملة معينة. It's okay، الفترة جيدة جدا. تطالع سرطان، تناغم الثور مع السرطان، كوكبين متناغمين يعني كطالع ويا برجك، فوجود المشتري في بيت الطالع بالنسبة إليك هذا يخلي يطلب من عندك أنه تكونين شوية أكثر ضبطاً للميزانية في الفترة الحالية. هناك أمنية قد تتحقق في هذه السنة. الارتباط، الفترة جيدة حالياً للارتباط، لكن هناك فترة أكثر يعني من الوقت الحالي، على الرغم أنه هي لسنة 2015 راح تكون فترة جيدة لارتباط مواليد برج الثور، لكن شلون نقول الفترة الحالية حلوة. أكو فترة أخرى هي من 22/10 لغاية 23/11، إن شاء الله راح تكون جيدة جداً بالنسبة إليك. سيدي المخرج،
إن شاء الله أتمنى أنه أكون وفقته في تقديم الحلقة لهذا اليوم. أتمنى لكم الخير والموفقية، واللي سبق وحذرتهم من التأثيرات الفلكية أرجو أن يأخذونها النصيحة بعين الاعتبار. إن شاء الله أتمنى الخير والموفقية لكل مشاهدينا الأعزاء، حتى ألتقيكم بكرة، لكم مني كل الخير. الجنان مشاهدين شاهد تقرير، ومن بعدها مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا لصباح هذا اليوم. تقريرنا عن معرض فني للصور الفوتوغرافية السورالية لنتابع. أقيم في استراليا معرض فني شمل الصور الفوتوغرافية الشهيرة التي التقطها المصور الأمريكي الشهير ريتشارد أفيدون، الذي اشتهر بكونه المصور الذي التقط الصور لأشهر الشخصيات الأمريكية والعالمية لمدة زادت عن 60 عاما. للمرة الأولى تتاح للأستراليين فرصة مشاهدة أشهر صور المصور ريتشارد، هذا المصور الذي كانت صوره تنشر في أهم المجلات العالمية. أقيم هذا المعرض في معرض الصور الوطني في العاصمة الأسترالية كامبيرا، لكن وضعت شروط صارمة على الزائرين لهذا المعرض، وهذه الشروط كانت مذكورة في وصية المصور ريتشارد والذي توفي قبل 10 سنوات، حيث يمنع منعا باتا على الزائرين التقاط أي صور في المعرض، وذلك من أجل منع استنساخها. بأسلوبه المتفرد لم يسلم أحد من الشخصيات الشهيرة التي عصرها ريتشارد من عدسة كاميرته، من مارلين مونرو إلى الدالاي لاما، ولكن في سنواته الأخيرة وبسبب تراجع حالته الصحية قرر ريتشارد أن يغير أسلوب تصويره من ملاحقة المشاهير إلى تصوير الفلكلور وأسلوب الحياة في الغرب الأمريكي. وصلنا إلى فقرتنا الأسبوعية وهي الفقرة الرياضية، اللي من خلالها نستضيف أحد نجوم الكرة العراقية. ضيفنا اليوم اللاعب المميز الكابتن زيد خلف. صباحك سعيد وأنا وسهلا كابتن. صباح الخير عليكم وعلى جميع العراقيين. نورتنا ومبارك عليكم الفوز بدرع الدوري العراقي، يمكن بعد كثير من قد نقول هي للعبات كثيرة من حسمة النتيجة لحد المباراة الأخيرة اللي تم حسم النتيجة لصالحكم، كنتوا تستحقون، قدمتوا مستوى رائع جدا وعلى مدى أشهر طويلة من التعب، لكن كان النتيجة هذا التعب وصولكم على اللقب بعد سنوات طويلة غياب عن التتويج، صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر، يعني بعد سنة شاقة، سنة طويلة، سنة متعبة، قدرنا أن نحصل على لقب الدوري وهذا ما كنا نطمح له. طيب، كانت التحضيرات يمكن في فقرتنا مر علينا كثير من اللاعبين نجوم نادي الشرطة، وكانت نسمع من خلالهم بأن هناك كان حرص واستعدادات من أجل أن تكون المستويات المباراة تقدمون هذه المستويات الجيدة. مع هذا كان التوقع في خاصة الأسابيع الأخيرة من الدوري وكنتم محافظين على الصدارة، لكن مع كل مباراة نقول خلاص حتنحسم هذا الأسبوع، لحد المباراة الأخيرة يلا صارت تحسم. قد البعض يقول يمكن نادي الشرطة ما كان محظوظ بالمباراة اللي حقق بها الفوز، لكن في اللحظات أو الدقائق الأخيرة يحصل التعادل ويغير نتيجة المباراة. بالتأكيد، أنت مثل ما تعرفين الدوري طويل، يعني يسبب إرهاق للاعب ويقل التركيز عنده،
لكن بالمقابل التصميم والإرادة والتركيز وحرص اللاعب على تقديم المستوى اللي يليق به ويليق بالنادي نقدر يعني من خلاله يعني أن يكون عند حسن ظن الجمهور عند حسن ظن الإدارة. هذا الشيء يعني يتعب من مباراة إلى مباراة، تركيز يقل، يعني مباراة حاسمة مثل ما تعرفين يعني أغلب المباريات اللي خاضها نادي الشرطة هذا الموسم مباراة حاسمة، ونحتاج أن نحتاج من 4 مباريات 3 نقاط. ما قدرنا أن نستطيع أن نجلب هاي الفرحة من خلال هذه المباراة، لكن قدرنا بالأخير أن نحصل على لقب الدوري. طيب كابتن، المباراة اللي قبل الأخيرة اللي نحسب من خلالها نتيجة وكانت لصالحكم وفوزكم بلقب الدوري، تحمل منه المسؤولية بأن دا يكون الفريق هو يعني حقق نتيجة فوز حتى لو كان بهدف واحد، لكن باللحظات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة يحصل التعادل، ممكن يتحمل الدفاع، ممكن هي يعني نقول هي معروف بأن كرة القدم بيها فرص الحظ يلعب دور أكبر في بعض الأحيان. أنت مثل ما تعرفين كرة القدم ما تعرف المستحيل، يعني في آخر دقيقة دائما نحصل على هدف في مرمانا. هذا يعني ما يعني يتحمل أي شخص خلال المباراة، لكن تحملك الكل، يعني هي عدم تركيز، ومثل ما تعرفين يعني اللاعب يكون مشدود أعصاب ويدي حافظ على 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 هدف الفوز، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن بالنتيجة الحمد لله قد تكون هي مع كل مباراة كان خوف تزيد أو القلق يكون أكبر، لكن تعبكم ما راح سدى وكانت النتيجة هي المباراة الأخيرة. مرة ثانية مبارك لكم هذا الفوز وأيضا هذا المجهود اللي بذلتوه من جميع اللاعبين، يعني حتى من خلال متابعتنا لاحظنا فيما بينكم انسجام وتفاهم عالي جدا، يعني حتى لو كنت يعني أكثر من لاعب في نفس المركز سواء كنتم مدافعين ولا وسط ولا مهاجمين ولا صانعين ألعاب، يعني ما حد يقلل من شأن أو قيمة اللاعب الآخر. عملتوا من بداية الموسم بأن تكونون روح فريق واحدة، هذا الشيء هو ساعدكم وهيئ لكم الفرصة بأن تكونون أنتم أحد المنافسين أو الأسماء المهمة في هذا الموسم من الدوري. والله من بداية الدوري عمل الكابتن فارج جسام على توليف اللاعبين مع بعضهم، يعني أغلب اللاعبين لاعبين شباب ولاعبين يعني خلوقين ومؤدبين، يعني ما عدنا واحد يعني شهادة الحمد لله والشكر. فتعرفين أهم شيء الأخلاق في كرة القدم، وهذا ما يعني عمل عليه كابتن نثار جسام من خلال انسجام بعض اللاعبين والسفرات الترفيه اللي عملها، حصلنا يعني على هذه المجموعة الطيبة من الشباب اللاعبين. طيب كابتن، ما نريد نترك هذا الإنجاز أو نبتعد عن هذه الفرحة اللي ما زالت هي موجودة في داخلكم، إن شاء الله تستمر وتحققون من خلالها نتائج أفضل بالمواسم القادمة أو حتى في مشاركاتكم في المحافل الأسيوية. نتحدث عن الكابتن زيد خلف وكيف كانت هي البدايات، كان هو مع أندية كانت أقل جماهيرية، لو كانت كنت أنت محظوظ بدايتك كانت مع أحد الأندية الجماهيرية اللي وصلتك الآن أن تكون أحد لاعبين نادي الشرطة. لا، بالبداية بديت مع أندية مغمورة أندية الكهرباء ونادي بغداد، عملت معهم 4 سنين، منو انتقلت إلى نادي الهوك، يعني حاولت أن أغير أن أجدد. سنة عملت ولعبت معهم كأس الاتحاد الآسيوي، هذه التجربة فادتني كثيرا، من خلالها يعني قدمت لي عروض محلية ومنها نادي الشرطة وارتأيت أني أمثل نادي الشرطة. طيب اللاعب بالأخص اللاعب العراقي يبحث دائما عن الأندية الجماهيرية، لأن من وجود الجمهور ومن خلال متابعتهم إلى أخباره وحتى متابعتها في الأماكن العامة اللي يتواجد بيها حينطل دافع وحافز للاعب حتى يقدم مستوى أفضل، لو لا ممكن بأن هو يتحدى حتى لو كان مع نادي بسيط جمهوره محدود يحاول بأن يقدم مستويات أفضل حتى تكون الأضواء تسلط عليه، ممكن يذهب إلى أندية أفضل تجيل عقود احتراف. بالتأكيد اللاعب يحاول أن يطور نفسه ويطمح، أغلب اللاعبين العراقيين يحاولون الوصول إلى مستويات عالية، وصول إلى المنتخبات الوطنية. اللاعب المثالي أن يقتدي بأي لاعب يعني إله حتى يوصل للشيء اللي يريده. الأغلب اللاعبين العراقيين يطمحون أن يوصلون فرق جماهيرية ويمثلونها، لأن مثل ما تعرفين الفريق الجماهيري إلى شعبيته وإلى مكانته في العراق، وهذا ما يطمح على أغلب اللاعبين. طيب كابتن زيد، شون كان يفكر بدايته في عالم كرة القدم؟ كانت بس مجرد هواية لو خل في يعني في باله بأنه لازم يكون على مستوى عالي ويوصل إلى مرحلة الاحتراف والأندية الجماهيرية تبحث عنه حتى ممكن يكون يمثلها في أحد المواسم أو حتى يحصل على عقود احتراف، والأهم من هذا بأن يمثل المنتخبات الوطنية؟ لو الموضوع كان معك يعني عن طريق الصدفة وأنت تحب كرة القدم شاءت معك الصدف وأن تكون الآن من أحد اللاعبين اللي تسلط عليهم الأضواء؟ لا، إحنا
من عائله رياضيه. نعم. واغلبتهم لاعبين انديه، ويعني مو هو يعني حبنا لكره القدم يعني ما جعلنا يعني نأديها، ونطمح ان نكون لاعبين ولاعبين انديه ولاعبين منتخبات، وكان المنافسه بيناتنا لان احنا من عائله واحده، وتقريبا اقرب يعني اخوتي اياد وعماد. ترتيبك بالعائله ما بين الاخوه اللاعبين، ترتيبك كان الاصغر الاكبر؟ لا الاكبر. الاكبر اي، يعني هم يحاولون بان يكونون او يقتدون بخطاك. نعم. يعني كانت المسؤوليه عليك، كيف تحاول بان تمشي في خطى صحيحه وكيف تحسبها صح من اجل ان تخوض في عالم احتراف كرة القدم، بالأخص وقد يكون نظام الاحتراف جديد علينا في الدوري العراقي، لكن مع هذا كيف تكون اسم مهم في الكرة العراقية؟ بالتأكيد واجه الصعوبة، يعني أنتم تعرفين الأخ الأكبر أن يكون قدوة، الأخوة يعني هم يحاولون يقلدون الشخص الأكبر، ودائما أنصحهم أنه هذا الشيء صحيح، هذا الشيء غلط، وهذا الشيء يعني مفيد، هذا الشيء مو مفيد. بالتالي حصلنا ثمار هذا التعب، مثلا عندي اياد يلعب بزاخو ومثل الطلبه، وعندي عماد مثل الشرطه النجف وحاليا بالمصافي، والحمد لله والشكر كلهم يعني لاعبين مميزين، لاعبين مهاريين، واتمنى لهم التوفيق. موفقيه لكم جميعا والله يحفظكم، وجميل بان تحاول ان تعزز الثقه وتساعد وتشجع الاخوه اللي هم اصغر منك. حضرتك تشغل مركز الدفاع؟ نعم. مدافع. الأخوة الآخرين هم من مدافعين لو لا عماد يلعبش جناح يسار، وأياد مدافع يمين. مدافع يعني ممكن تكونون تمثلون تشكيلة منتخب وطني بالمستقبل، تكون الأخوة الثلاثة موجودة بنوع التشكيلة. والله إن شاء الله كل فرد يعني يتمنى هذا الشيء، يعني أتمنى خاصة أنه لاعبين جيدين ويستحقون أن يكونوا في المنتخب الوطني. طيب الأخوة أخوتك الأصغر منك كنت أنت قدوة بالنسبة لهم، بالنسبة لزيد منه كان القدوة من اللاعبين، سواء كان اللاعب عراقي عربي أو حتى عالمي، حاول من خلال مسيرة هذا اللاعب بأن يأخذ عبرة أو دروس يتعلم منها حتى يشق مسيرته في كرة القدم بالنسبة لحضرتك؟ بالتأكيد يعني كان قدوتي في الملاعب راض الشنشيل، كابتن راض الشنشيل، تحياتي له، يعني كان مثل يعني بالأخلاق وبالأدب وبالمستوى اللي الراعي اللي يقدمه، وكان يشدني يعني حيل، وهذا ما كنت اسعى لان احصل عليه. بالنسبه اذا كان لاعب عربي او عالمي، منو تعتبر قدوه او قريب منك تحس انت او تكون قريب منك كمستوى؟ والله ما هواي لاعبين، ما اقدر يعني اقارن نفسي باللاعبين، مو قارن، لكن حب ان تحس بان انت ممكن لو تشتغل على نفسك اكثر، الثابر اكثر، تجتهد يعني حتى تطور امكانيتك في كره القدم، ممكن تكون قريب من روحيه هذا اللاعب او استفاديت من تجربه هذا اللاعب كره القدم. والله هو اللاعب نادي مانشستر يونايتد في يعني لاعب مثابر، لاعب حريص، يعني بمواصفات اللاعب اللي يعني يقتدي به يعني في جميع النواحي. طيب علاقتك مع اللاعبين يعني في الدوري، سواء كان في نادي شرطة او في الانديه الاخرى، كيف هي علاقتك من المقربين من اللاعبين؟ تكونون متفاهمين، تكونون يعني تشكلون بدون ما يكون مثل ما نقول احنا، تكون التفاهم جدا عالي خلال المباراة وحتى خارج الملاعب تكونوا انتم ايضا اصدقاء متفاهمين؟ اغلب اللاعبين لاعبين اصدقائي واعتبرهم اخوتي، يعني اكن لهم كل الاحترام واحاول ان اتعلم من عندهم واحاول ان لا اخدش مشاعرهم، يعني اكون قريب من عندهم يعني عائليا بالنادي يعني، ف جميع اللاعبين انا احس يعني قريبين عندي. ان شاء الله تستمر هذه الروح الطيبه والمحبه والاخوه فيما بينكم. طيب كابتن، شنو يعني لك او ماذا تعتبر الكابتن المدرب نبيل زكي؟ الذي كان له دور او تاثير؟ بالتاكيد نبيل زكي يعني صاحب الفضل الكبير علي، هو اللي يعني اختارني لتشكيله الكهرباء، انا ذاك كنت لاعب شباب الكاظميه، فكان يعني له دور يعني كبير في زي يعني في صناعه زيت خلف. فقط الكابتن نبيل زكي او ممكن اكون مدربين؟ لا، هو اغلب المدربين صاحبين فضل علي، يعني كابتن ناظم شاكر، كابتن رضا شنشيل، يعني والما يسعفني ذكرهم، يعني لا اغلبهم يعني لهم كانوا بصمه كبيره يعني في حياه زيت خلف. طيب كابتن، اهم مباراه تعتبرها بالنسبه لك قدمت بيها مستوى عالي جدا، يقول بان يعني صعب مو صعب، وانما هي كانت من افضل المباريات اللي قدمتها في مسيرتك الكرويه لحد الان؟ كانت مباراة الزوراء العام الماضي، يعني كانت مباراة جميلة، مباراة الزوراء اللي انتهت بفوز نادي الشرطة 3-2 وسجلت فيها هدف، يعني كانت مباراة ممتعة وجميلة، ساهمت بالفوز سجلت هدف، سجلت هدف،
فكانت مباراة يعني جدا رائعة. هذه المباراة ما تنسى، تعتبرها هي يعني من أحلى المباريات. طيب كابتن، لو تحدث عن تجربتك مع المنتخبات الوطنية وتحدث مع المنتخب الأولمبي، كنت في فترة الكابتن راضي شنيشل تحديدا في أولمبياد لندن، كيف تعتبر هذه الفترة هي ساهمت بأن تسلط الأضواء عليك أكثر أو تخليك تخلي الناس يعرفون إمكانية ومهارة اللاعب زيد خلف؟ لو تعتبر نفسكم ما محظوظين لأن حدث ما حدث في وقته بسبب يعني موضوع إداري يمكن انحرمتوا من المشاركة في النهائيات؟ بالتأكيد يعني الغلط الإداري يعني هذا يعني ساهم يعني 50% يعني يمكن. حسيتوا بأنه في وقتها قضى على مستقبلكم في المنتخب الأولمبي؟ بالتأكيد يعني أثر على معنوياتكم؟ بالتأكيد يعني جيل كامل من اللاعبين يعني شبه منسيين، لكن هذا أمور كرة القدم وواقع كرة القدم. لكن بعدها قدرتوا تتجاوزون هذه المرحلة وتستمرون؟ لو لا صار بداخلكم بأن يعني نوع من الأحباط، يعني احنا نعرف بالأخص لاعب الشرقي والعراقي يتأثر من ناحية المعنوية جدا، يعني ممكن إعداده مو يكون مثل اللاعب الأوروبي، لا إعداد نفسي ويتهيأ حتى يكون ضد أي ضغوط أو ظروف ممكن يمر بيها. ومثل ما تعرفين اللاعب العراقي يفتقر إلى الثقافة وهذا ما قاعد نعاني، ثقافة الاحتراف وثقافة التهيئة النفسية لاستقبال أي ظرف ممكن يكون. ثقافة الاحتراف ثقافة التهيئة النفسية يعني ما يعيد نفسه ويقول يطوي صفحة ويبدي من جديد ويقول أنا لازم أقدم لازم أطمح من جديد، ولازم يعني الحياة ما تتوقف على يوم واحدة أو مباراة واحدة أو بطولة واحدة، لازم يعيد من جديد ويقول أنا الأفضل ويقول أنا الأحسن حتى يظهر من جديد. طيب بالنسبة للمنتخب الوطني، كان لك مشاركة كنت محظوظ بها أم أيضا يعني الحظ ما لعب دور؟ لا ما حالفني الحظ بسبب الإصابة. بسبب الإصابة؟ كنت فترة المدرب زيكو. زيكو والمدرب حكيم شاكر. كان اختيار من قبل المدرب زيكو لو الاتحاد اللي اختارت من ضمن الأسماء اللي كانت حتمثل المنتخب؟ لا كان الاختيار من المدرب زيكو بعد مباراة الصين. فتم استدعائي من قبله وأديت لبيت الدعوة. ولكن الإصابة حاولت من مسيرة مع المنتخب. طيب تتصور أنت من كثير من اللاعبين اللي ممكن كان المدرب زيكو بأن يعطيهم فرصة ويأخذون مكانة في المنتخب الوطني، لو لا عندك ثقة أيضا حتى بالمدرب المحلي بأنه أو أي مدرب أجنبي كان ممكن بأن إذا كان اللاعب هو متميز بمهارته وإمكانيته حيستحق أن يمثل المنتخب؟ لا كانت لي ثقة من أي مدرب يعني يقود المنتخب الوطني إنه يستدعي زيد خلف، وكنت يعني كما تقولين يعني ألبر الدعوة ألبر طموح، فما حالفني الحظ إن شاء الله بالمستقبل القريب. طيب كابتن، الموسم القادم أنت مع الشرطة أم مع نادي آخر؟ لا مع الشرطة. باقي. طيب إحنا سمعناك عقود يعني احترافية جدتك تدرسها، ممكن توافق عليها لو مأجلها؟ والله احتراف خارج الدوري العراقي. هسه اكو يعني عندي عروض بس موقفها ومأجلها يعني لوقت اخر. يعني تستمر مع نادي الشرطه لحين انتهاء العقد ان شاء الله؟ وينتهي باي سنه؟ 2014. ممكن تجدد الموسم القادم لو لا يعني بعد الموسم؟ يعني انت يعني تحاول تكون ردودك دبلوماسيه بالحفاظ على فرحه فوز الدوري، لكن ممكن الموسم القادم يكون حديث اخر او طريقه تفكير اخرى لو هو حيكون وفاء للنادي. انت مثل ما تعرفين القرار صعب هسه واحد يتخبه، لان احنا باجازه وواحد لازم يعيش الاجازه مع الاهل والبيت ويعوف اجواء الرياضه على مود يقدر يعني يفكر صحيح ويدرس القرار صحيح. إن شاء الله يكون شاء الله. تفكير صحيح واختيار يكون صائب، النتيجة يكون لمصلحتك وأيضا من خلاله تقدر يعني يضيف لمسيرتك الكروية وتقدم أيضا للكرة العراقية. مبارك مرة أخرى فوزكم بلقب الدوري لهذا الموسم، وإن شاء الله تكون المواسم القادمة أفضل لزيد خلف في أي نادي كان نادي محلي أو عربي أو حتى عالمي، إن شاء الله تمثل المنتخب الوطني في أقرب وقت. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا. تعبناك شكرا. اليوم كابتن. شكرا لكم. شكرا لكادر القناة إن شاء الله. شكرا جزيلا، نورتنا كابتن. أحبتنا المشاهدين، كان في ضيافتنا في الفقرة الرياضية لهذا اليوم اللاعب الكابتن زيد خلف، مرينا على هذه المسيرة السريعة وأيضا كان لفوز نادي الشرطة بدرع الدوري أيضا نصيب من حديثنا. مبارك لنادي الشرطة هذا الفوز المستحق لأن كان من نتيجة مثابرة وسعي أجل الحصول على هذا اللقب. بهذا الوقت وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، نتمنى أن نكون وفقنا بكل
كل ما قدمناه من فقرات مواضيع وتقارير. وهذا في الختام، شكر لفريق العمل، قبلوا تحياتنا، انتظرونا غدا في نفس الوقت في أمان الله.